طيب، السلام عليكم. ازيكم شباب، اخبار؟ طيب، النهارده ان شاء الله احنا هنبدا او هنكمل يعني الجي اس ام برضو، فاحنا لسه مكملين. اتمنى يعني ان انتوا يكون في وقت اللي فات ده قدرتوا ان انتوا تراجعوا التو سيشن اللي فاتوا، كانوا مهمين طبعا، لان زي ما اتفقنا ان احنا بنبني على الجي اس ام، فاحنا عشان كده مطولين شويه في الجي اس ام، بناخد كل حاجه بالتفصيل وبنفهم كل حاجه ليها علاقه بال2 جي، وبعد كده ما بيكونش في مشاكل قوي في ال3 جي او ال4 جي، لان هي بتبقى مبنيه على ال2 جي. النهارده قبل ما نبدا، بس كان جالي اسئله على الميل ليها علاقه بالانترفيرنس او ليها علاقه بالسيكتورايزيشن اكتر، فعاوز اوضح برضو فكره كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وهي فكره الانترفيرنس وايه علاقته بالسيكتورايزيشن. فلو تفتكروا ان احنا قلنا ان شكل السيل بيبقى شكلها زي ما يكون سداسي كده، صح؟ وقلنا ان احنا بنقدر ان احنا نحط، لو حطينا السيل هنا مثلا سيل رقم واحد، فايه اوجه الانترفيرنس اللي بتحصل؟ انا قلت ان انا بستخدم حاجه اسمها فريكوينسي ريوز، فانا ببعد ديستنس، ماشي، ديستنس بتاعت الفريكوينسي ريوز عن، واقدر اكرر الفريكوينسي اللي موجود في سيل 1. فمثلا لو كان فريكوينسي رقم 60 اقدر احطه في سيل تانية بس على بعد دي. هل معنى ان انا حطيت كررت نفس الفريكوانسي ان مش هيحصل انترفيرنس؟ لا طبعا، كده كده بيبقى مينيمال انترفيرنس، يعني ده اقل انترفيرنس مسموح بيه، يعني بيبقى فيه جزء انترفيرنس بس قليل. فطبعا لو انا على كل ضلع من الاضلع بتاعه السيل دي بدات اكرر الفريكوانسي ده اللي هو اف يساوي 50، فيبقى عندي حوالي كوبي او 6 انواع انترفيرنس هنا، صح؟ عند كل سايد من السايدز بتوعه هيبقى في نوع من انواع الانترفيرنس، فانا بالتالي هكرر بس طول ما انا بكرر وعدد التكرار بيزيد ده بيزود لي الانترفيرنس. فمثلا لو انا جيت عملت العلاقه ما بين السيل اللي هي باللون الاحمر والانترفيرنس اللي باللون الازرق، هلاقي ان مثلا لو ده كان الباور بتاعت السيل دي، الباور بتاعت سيل 1 اللي هي الاحمر، وده الباور بتاعت كل واحد، هتلاقي ان احنا اول واحد اللي هو ده عمل انترفيرنس كده قليل، عشان كده بنقول ما فيش حاجه اسمها زيرو انترفيرنس. زيرو انترفيرنس معناه ان انا مش مستخدم الفريكوانسي دي، تمام؟ يبقى بما اني عملت ريوز واستخدمتها هيجي لي منها حاجه قليله قوي مش هتاثر عليا، ولكن لو عملت 2 كمان، عملت 3، هيبدا تاثير الانترفيرنس هيزيد معايا. فانا عندي هنا 6 sources، فدول كده ده كده الاي، تمام، ودي كده السي او الكارير او السيجنال، او السيجنال ساعات بيسموها سيجنال تو انترفيرنس ريشيو، ساعات بيسموها كارير تو انترفيرنس ريشيو. فانا كده السي اوفر الاي هتساوي الباور بتاعت السي لو هي بي على الباور بتاعت الستة اي، تمام. ولو فاكرين يعني لو ركزتوا في اللي شرحناه المره اللي فاتت هنلاقي ان احنا عملنا سيكتورايزيشن. سيكتورايزيشن يعني ايه؟ يعني انا ما بقتش حاطط السيل واحد دي اف يساوي 60 دي، سوري هي 60 او 50، خليها 50 عشان ما نتلخبطش، يعني دي هنقول ان هي 50 ما دام قلنا اف هنا كلها 50. اف يساوي 50 دي مش هينفع هنا، كنا مستخدمين اومني دايركشنال انتنا، فكانت بتبص في كل الاشكال او كل السايدز بتاعت الجزء اللي هو بتاع الهكسة او الـ6 اضلاع، تمام. ولكن لما بستخدم الدايركشنال انتنا، لا انا ببص مثلا في الوجه ده بس، مثلا لو انا بصيت هنا بس
يعني لو الانتنه بتاعتي بتدايركت هنا صح، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان هي الانتنه اصلا مش باصه هنا، يعني الانتنه نفسها ولا شايفه ده ولا ده ولا ده ولا ده، فعدد الانترفيرنس سيلز بيقل. انا قررت بس دول في ظهري مش هشوفهم، ولكن دي ممكن اشوفها وممكن اشوف ده، فبدل 6 بقوا 2. طب انا لو قللت عدد ما خليتهاش دايركشنال 30 درجه، خليتها دايركشنال وهما 6 سيلز بدل 3 سيلز، هيبقى باصص هنا بس مثلا، بقلل الكفرج بتاعته، فالتأثير هيجي من واحده بس اللي هي السيل دي، بس هي السيل دي اللي بتعمل انترفير، فبدل 2 هيبقى 1. فانا من الاخر بدل ما انا كنت ببص في كل الاتجاهات، هاجي ابص في اتجاه ممكن ناحيتين يعملوا لي انترفيرنس، ممكن ناحيه واحده، على حسب بقى انا بستخدم اومني دايركشنال ولا دايركشنال بثلاثه سيلز ولا دايركشنال ب 6 سيلز. تمام، فهو دي الفكره، ازاي انا قللت الانترفيرنس لما زودت عدد السيكتورايزيشن، قلت لك وقلنا ان ده اللي احنا كسبناه، واللي خسرناه ان احنا زودنا عدد الانترنت، لان كل ما بزود سيكتور يبقى بضطر ان انا ازود انتنه في السيكتور ده. تمام، ليه امتى بستخدم، برضو سؤال تاني، امتى بستخدم الاربعه سيلز؟ بيزد على الاريا، لو انا الاريا هي في الاخر ما اقدرش، هي الاريا كانت انا كنت بستخدم سيل 2 3 مثلا صح، لقيت ان في حته هنا ممكن اقدر اكفرها بسيل رابعه، خلاص احط سيل رابعه، يبقى هو بيزد على الترافيك، يعني انا السايت بتاعي ممكن يبقى فيه مبنى، فما اقدرش ان انا اخلي السيلز 120 درجه، لا لازم اقللهم عشان في مبنى هيبلوك واحده منهم، فلما بقلل السيلز انا كده بخسر اريا ممكن اقدر اعمل لها كافريج، فبالتالي الاربع سيلز مش قاعده والثلاثه سيلز مش قاعده، يعني ما اقدرش اقول لك امتى اربع سيلز، ما ينفعش، لازم ابص على الاريا نفسها واحدد هم اربعه ولا ثلاثه ولا اثنين او واحده حتى. تمام، يبقى ما فيش قاعده او ما فيش رول يقول لي بتزود سيل رابع امتى، ولكن الرول المعروفه ان اي زياده ترافيك مع انفايرمنت ما بقدرش ان انا كفرها بوان سيل بزود عدد السيكتورز. تمام، يبقى الانترفيرنس هنا بيقل بزياده عدد السيكتورز، او بان انا بستخدم دايركشنال انتنا. تمام، لما بستخدم دايركشنال انتنا التاثير بتاع الانترفيرنس في الظهر ده كله بيروح ما بشوفوش، وبعد كده التاثير بتاع دي ما بشوفوش لما بخليهم 6 سيلز. تمام، يبقى دي كده الايه، ملخص سريع كده عن الاسئله اللي كانت جات لي عن الانترفيرنس والكود شانل، او السيم انترفيرنس اللي هو كود شانل، معناه ان انا بكرر سيم انترفيرنس في نفس الوقت. تمام، طيب النهارده ان شاء الله هنبدا جزء مهم مهم جدا، وكل سيشن باجي ابدا بقول لكم الجزء ده من اهم السيشن، وهنفضل نقول كده لان ال2G لو فهمتوه هو اهم جزء، بعد كده 3G هيتبني على 2G، فبليز يعني ايه نفهم كويس قوي ال2G، عشان كده احنا واخدين بناخد في التريننج اكتر وقت في ال2G لان هو الاساس، بعد كده هيبقى انالوجي. انالوجي يعني ايه؟ يعني باجي اقول ال2G كان فيه كده 3G بقى فيه كده، الكونسبت ده كان في ال2G بقى كده هيبقى في 3G كده and so on. تمام، طيب احنا هنا بنتكلم عن حاجه اسمها جي اس ام اير انترفيس، وان اوف ذا موست امبورتنت توبكس. ليه؟ لان من الاخر الاير انترفيس، لما بقول اير معناها ان انا بتكلم عن العلاقه ما بين الموبايل وما بين السايت. وليه العلاقه دي من اهم العلاقات؟ هل بعد كده مش بيتكلم بيوصل لغايه الام اس سي لو انتوا فاكرين؟ كل ده موجود، ولكن هنا لو حصل اي مشكله هي بتمباكت الكاستمر دايركتلي. تمام، ممكن يكون اسباب المشكله هنا بس هنا الامباكت بيبقى دايركتلي، ببقى كل الحاجات اللي بتخص اليوزر بقدر احكم عليها من الاير انترفيس ده. تمام، فاحنا عاوزين نشوف ان شاء الله هنتكلم ايه، هنتكلم ايه انواع الانفورميشن اللي بتعدي ما بين السايت وما بين الموبايل، سواء داون لينك او اب لينك، ايه الانواع بتاعتها، وهنتكلم ازاي المكالمه بتتعمل، يعني هو التارجت بتاع الجي اس ام ان هو يعمل فويس كول، ان انا موبايل يتصل بموبايل. طيب بعد ما نفهم الانفورميشن نشوف سيكونس الانفورميشن دي بيحصل ازاي. تمام، فمثلا انا لو جيت قلت لك، هو ده اللي عاوزين نوصل له، الانالوجي بتاعه ايه؟ ان لو قلت لك انت محتاج ان انت تسافر بره،
تيجي تقول لي اه انا عشان اسافر بره فانا لازم احضر باسبور، لازم احضر صوره، لازم احضر البطاقه بتاعتي وتكون ساريه، ولازم يبقى معايا فيزا، ولازم يبقى معايا بنك ستيتمنت، دي الاوراق. تمام؟ طيب مين قبل ايه؟ اه لازم اطلع بطاقه عشان اعرف اطلع باسبور، لازم قبل ما اروح المطار يبقى في طابع الورق وطابع التذكره وطابع، هو نفس القصه كده. ايه الاوراق؟ ايه الانفورميشن؟ نفهم الانفورميشن او نفهم الاوراق لو بنفكر بفكره السفر والمطار. تاني حاجه ايه البروسيدرز؟ ايه البروسيدرز اللي بيمشي فيه؟ معناها ايه قبل ايه؟ تمام؟ وايه الموست امبورتنت انفورميشن؟ وايه الحاجات اللي ممكن بتحصل اوبشنال؟ يعني ممكن تحصل او ممكن تحصل لا. تمام؟ فدي كده ملخص قصه الجي اس ام انترفيس. فاحنا هنشوف هنا ان شاء الله الجي اس ام انترفيس ايه بيبقى عباره عن ايه. تمام؟ طيب فهنا مثلا الجي اس ام راديو انترفيس زي ما احنا شايفين كده ان خلاص احنا عرفنا يعني ايه كلمه بي تي اس، فاحنا مش هنبدا نقول سايت، هنبدا نقول بي تي اس بيز ستيشن يعني. وعندي بيز ستيشن 1، عندي بيز ستيشن 2، بيز ستيشن 3 اند سو اون. مجموعه الانفورميشن، الانفورميشن اللي بتتبعت ما بين الموبايل وما بين السايت بتتكون من نوعين. نوع بيسموه السبيتش او اليوزر داتا، ودايما هتلاقوها في كل الكتب، هي عباره عن سوليد لاين. ايه هو السبيتش واليوزر داتا؟ دي الحاجه اللي انت بتحسها ككاستمر، اللي هي ايه؟ الفويس كول، مكالمتك اللي بتتكلمها، او الاس ام اس اللي بتبعتها، او بعد كده واحنا بنتكلم عن الجي بي ار اس او 3 جي او الايدج، هو عباره عن الداتا انترنت. تمام؟ فدي بيسموها اليوزر داتا، هي الحاجه اللي الكاستمر بيشوفها. في حاجات تانية الكاستمر ما بيشوفهاش، ولكن فيري امبورتنت بيسموها السيجنالينج، السيجنالينج او الكنترول. تاني يبقى احنا الانفورميشن اتفقنا ان في انفورميشن بتتبعت all the time. يعني ايه؟ يعني الموبايل بتاعي وهو on idle mode كده، الموبايل بتاعي هو في الايدل مود كده، بيبعت دلوقتي انفورميشن حالا وانا قاعد دلوقتي للسايت، والسايت بيبعت له انفورميشن، صح؟ يبقى هو all the time بيبعت. طب وانت بتعمل مكالمه بيبعت، وانت داخل على الانترنت بيبعت. يبقى في انواع انفورميشن بتتبعت كتير قوي. ايه انواع او الكاتيجوريز بتاعت الانفورميشن او التايبس؟ تايب بيسموه السبيتش يوزر داتا، وتايب تاني بيسموه السيجنالينج او الكنترول. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان ده الجزء الفيري امبورتنت اللي انا بشوفه اللي الكاستمر بيحس بيه ككاستمر، يقدر ان هو يحس هو عمل جاله سبيتش داتا ولا لا، يعني جات له مكالمه او عمل مكالمه بيتكلم مع حد دلوقتي ولا لا، او دخل على الانترنت او بيبعت اس ام اس. تمام؟ فعشان كده سبيتش او داتا. طب ايه الكنترول او السيجنالينج؟ دي هي عباره عن فيري امبورتنت انفورميشن مش بتشوفها ومش بتحس بيها، ولكن هي مهمة جدا عشان السبيتش او اليوزر داتا بتاعتك تقدر تخلص او تقدر تكمل بطريقة كويسة. تمام؟ يعني لو مفيش سيجنالينج مفيش كول اصلا. تمام؟ يبقى قبل السيجنالينج وذين الداتا، قبل ما تعمل داتا، قبل ما تعمل مكالمة لازم يبقى فيه سيجنالينج، وذين الداتا بيبقى فيه سيجنالينج، بعد ما بتقفل المكالمة بيبقى فيه سيجنالينج، فالسيجنالينج شغالة all the time. تمام؟ طيب يبقى انا كده فهمت ان انا عندي two types of data، واحدة speech data، واحد signaling data. عاوزين بقى نشوف speech data دي عبارة عن ايه، انواعها ايه، والsignaling data عبارة عن ايه وانواعهم ايه. هل كل الداتا، كل انواع الداتا بتروح من داون لينك للاب لينك، يعني بتروح سوري من البي تي اس للموبايل؟ في انواع داتا بتروح من الموبايل للبي تي اس، في انواع داتا بتروح باي دايركشنال، يعني بتبقى رايحه جايه ما بينهم هما الاثنين، وهكذا. عاوزين نشوف كل نوع عبارة عن ايه. فمثلا انت دلوقتي لو بتفتح التلفزيون، ايه انواع الداتا بتجيلك؟ هي برودكاستنج، صح؟ بتتفرج، مفيش اي رياكشن منك، فده بيسموه داون لينك اونلي. تمام؟ فيبقى انا عندي داون لينك اونلي، الانفورميشن دي لازم نفهم كل واحدة بتعمل ايه. يبقى في داون لينك اونلي، دي معناها ان هي الداتا دي بتيجي من البي تي اس للسايت. وفي uplink only، معناه ان هي بتيجي من الموبايل للسايت بس، وفي الاثنين مع بعض. يعني يعني الداتا دي نوعها البي تي اس تقدر تبعتها والموبايل يقدر يبعتها. تمام؟
فلازم نعرف كل نوع من الانواع اللي هنتكلم عنيهم هي ايه فيهم وايه الفانكشن، ايه مهمتها، ايه مهمة النوع ده. يعني مثلا لو جيت قلت لك هل انت مهم ليك ان انت مثلا تروح السفارة، تقدر تروح السفارة عشان تسافر من غير ما يكون معاك البيبرز دي، تقول لي لا، فدي كده اوراق انت بتقدمها منك للسفارة، صح؟ طيب يبقى ده كده ايه، ابلينك اونلي، صح؟ يبقى انت كده ورق بتقدمه منك للسفارة. طيب الفيزا اللي بتيجي، هل ممكن انت اللي تجيب لنفسك فيزا؟ لا، الفيزا لازم تيجي من السفارة، يبقى ده داون لينك اونلي، تمام؟ لما بتروح ويحصل انترفيو، ده داون لينك وابلينك، معناها ان انت بتكلم الحد اللي في السفارة المسؤول وهو بيرد عليك، فده تو واي كوميونيكيشن. وهكذا، احنا بنضرب مثال بس كده عشان نبقى فاهمين ايه انواع الداتا، او نفهم ايه الداتا اللي موجودة في الموبايل كوميونيكيشن اللي هيبقى ما بين البي تي اس وما بين الموبايل. طيب لو جينا نشوف انواع الداتا، هنلاقي ان احنا عندنا قلنا جزء بيسموه اليوزر انترفيرنس او اليوزر انفورميشن، سواء كان سبيتش او داتا. فعندي نوعين، نوعين سبيتش ونوع داتا. باي دايركشنال يبقى ده نوع داون لينك واب لينك. وانا هنا بتكلم على الايه، على الجزء بتاع السبيتش. هنشوف بقى ان هو بيتقسم لو سبيتش حاجه اسمها فور ريت، بعد كده نشوف هاب ريت وهكذا. والداتا هيبقى فيه شويه داتا سبورتيف، اخرها اللي هي دي 9، اللي هي دي فاكرين الاس ام اس 9.6 كيلو بت بير سكند. يبقى الداتا هيبقى ليها ديفرنت داتا ريتس. الداتا يعني انا مثلا لو بتكلم انواع الداتا اللي بتكلم عليها، لو هي اس ام اس هتبقى اخر واحده 9.6 كيلو بت بير سكند. طيب ده اول نوع. تاني نوع ايه؟ اللي هو السيجنالينج. والسيجنالينج ده اهو في انواع كتير هنتكلم عنه. مثلا كول ان بروجريس لو انت لسه بتتصل، بريبريشن اند اكزكيوشن اوف هاند اوفرز لو انت هتنتقل من سيل لسيل. والهاند اوفرز ان شاء الله هنتكلم عنه بكره، بيسموه الانتر هاند اوفر او الانتر هاند اوفر يعني، تمام؟ ف يعني الهاند اوفر دي عباره عن ايه؟ انت يعني قبل ما نتكلم عن ايه بكره، وانت بتتكلم بتتحرك، فانت مفروض مكالمتك بيتم تسليمها من سيل لسيل تانية. التسليم ده بيسموه هاند اوفر. يبقى التسليم ما بين سيل وسيل تانية بيسموه هاند اوفر، وده نتكلم. وده نوع يعني الانفورميشن بتاع الهاند اوفر دي مش ترافيك، مش سبيتش، مش داتا، هي سيجنالينج او كنترول، تمام؟ طيب يبقى كده فهمنا ان الاير انترفيس في نوعين، نوع داتا ونوع انترفيرنس. طيب قبل ما نبدا نتكلم عن الانواع، عاوزين نفتكر بسرعه الجي اس ام 900 وال 1800 وال 1900 والكلام ده اللي راجعناه خدناه المره اللي فاتت، نقوله بسرعه تاني. عندي ثلاث بندات، جي اس ام 900، جي اس ام 1800، 1900. يعني لو ده الفريكونسي باند بتاعي، اول جزء اللي هو اقل واحد اللي هو جي اس ام 900 بيبقى حوالين ال 900 ميجا، ده بيبقى حوالين ال 1800 ميجا، ده حوالين ال 1900 ميجا. هنا تلاقي 1.9 عشان احنا حاطين الاكسس ده بالجيجا هرتز. و قلنا ان اصغر حاجه ال 200 كيلو هرتز، اللي هي بنقسم جي اس ام 900 لمجموعه التشانل، كل تشانل بتبقى اراوند 200. يعني هنا كارير رقم 1، شانل نمبر 1، شانل نمبر 2 وهكذا. يبقى 900 الحقيقه كانت 25 ميجا لو تفتكروا، ما كانتش كلها بستخدمها امبالك على بعضها، فكنت بديفايد تو ديفرنت شانل او ديفرنت كاريرز، وكل كاريرز هاز اتس اون باندوتس اللي هي كانت 200 كيلو هرتز. طبعا برضو جالي سؤال، الجاوسيان ام اس كي بيشتغل ازاي، وازاي بحول من 270، فاكرين قلت لكم بعملها كومبريس لل 200. طيب ال 270 دي كيلو بت بير سكند، ده داتا ريت، ازاي يتحول لكيلو هرتز اللي هي انا قلت لكم اللي هي عباره عن دي 200 كيلو هرتز؟ ما هو اصلا الداتا ريت هي بتمشي جوه تيوب، يعني دي تيوب عرضها 200 كيلو هرتز، خلاص ده عرضها. فانا لما يجي في داتا هتعدي، لو الداتا دي 270، 200 هيعدوا و7 هيستنوا، صح؟ لكن لما كومبريس الداتا دول يبقوا 200، ال 200 دول يقدروا يعدوا من الشانل اللي عرضها اخرها 200، تمام؟ فيعني الاثنين مرتبطين ببعض، يعني كيلو بت بير سكند
هي اصلا ساعات بيقولوا كيلو بيت بير سكند، او ساعات بيقولوا كيلو هرتز، معناها ان دي باندوث ودي معدل تدفق الترافيك جوه التشانل دي. فهي لو بتشيل 200 كيلو يبقى في 200 كيلو بيعدوا في الثانيه اللي هو الهرتز اصلا، تمام؟ فدي كده الجزء. طبعا ليه انا مش بستفيض في شرح الجاوسين وازاي وعمل كده، لان ده تضييع، يعني ايه تضييع جزء من الوقت. احنا مش محتاجين ان احنا نفهم الجاوسين ازاي ضغط ال 270 ل 200، ولا ده هيفيدك في الشغل ولا هيفيدك في انترفيو، تمام؟ هو بس جاست دي فور يور انفو. في ديريفيشن كتير قوي، اكويشن ازاي وصلوا او ازاي الجاوسين ام اس كي، ازاي بيبعت الزيرو ببلس 90، وازاي بيبعت ال1 بماينس 90، وديريفيشن كتير قوي نحن في غنى عنها. فانا عشان كده قلت لكم احنا بنشتغل براكتيكال، مش بنشتغل ثيوريتيكال. الثيوريتيكال بيجيب لك كل معلومه ويقعد يفنطها لك ويكتب لك معادلات، وده يعني ايه تضييع وقت كتير قوي. وذين الشغل عمرك ما هتلاقي حاجه اسمها جاوسين ام اس كي، ولا هتلاقي ازاي بتغيره عشان تحسن اي حاجه. هو براكتيكالي مش مهم، ثريتيكالي تبقى فاهم المعلومة ليه. عشان ساعات في ناس لو بتشتغل بقى، لو انت هتشتغل في ايه، في فيزيكال لاير، او هتشتغل بقى في الموبايل تيرمينال، هتحتاج بقى التفاصيل الفيزيكال، ودي هيبقى نوع من انواع التريننج تاني خالص، لان انت بتمسك المسج وتفتح كل حاجة فيها، تمام؟ طيب يبقى ده كده ايه مراجعة بس عن الجزء اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، اللي هو الجزء بتاع البانس. وده تفصيل مهم لازم نفهمه، ان في حاجه اسمها ابلينك، ده من الموبايل، داون لينك بيبقى من البي تي اس، ده الرينج بتاع الابلينك من 890 ل 915، وده الرينج بتاع الداون لينك من 935 ل 960، وكل واحد بيتقسم ل 200 كده. ولو استخدمت في الداون لينك للشانل دي يبقى استخدم المقابل ليها في الابلينك. وعرفنا ليه الابلينك فريكوانسي اقل من داون لينك فريكوانسي، وعندي شويه انفورميشن تحت حاجه اسمها دوبلكس سبيسنج، ودي المسافه ما بين اي فريكوانسي اخترتها هنا واي فريكوانسي اخترتها هنا، هتلاقيهم دايما ما بينهم 45 ميجا هرتز. فمثلا لو خدت اول واحده اللي هي 890 و935، هتلاقي الفرق ما بينهم 45 ميجا هرتز. دي اول معلومه. تاني معلومه، ايه هو الفريكوانسي باند سبيكترم؟ هنا بنقول 25 في 2 ليه؟ يعني معناها ان انا خدت 25 ميجا في الابلينك و 25 ميجا في الداونلينك، تمام؟ فكده في 2. المتفق عليه لما بقول الباندويث بتاع الجي اس ام 25، دي مفهوم ان انا شغال حاجه اسمها اف دي دي. اف دي دي يعني فريكونسي ديفيجن دوبلكس، معناها ان الداون لينك مفصول عن الابلينك، الاثنين مش بيتباتوا على نفس البند. فما يعني عموما لو حد قال فريكونسي باند سبيكترم هو 25 ميجا، تبقى فاهم ان هو 25 في الابلينك و25 في الداون لينك. اخر جزء اللي هو الشانل سبيسنج، وقلنا احنا بنقسم قد ايه، واتفقنا ان هيبقى 200 كيلو هرتز، تمام؟ طيب هنا مقارنه لطيفه كده مشهوره، دي الجدول ده مشهور جدا، بيقول لك ايه الفرق ما بين الجي اس ام، ده البرايمري وده الاكستندد، وده الجي اس ام 1800 بيسموه الدي سي اس، والجي اس ام 1900 بيسموه البي سي اس. طيب وقلنا الفرق ما بين البرايمري والاكستندد ايه، فاكرين ان انا هنا ده بيبدا من 890 وده بيبدا من 880. ولو تفتكروا اتصالات لما دخلت ايجيبت كان مفيش اي جزء، فاشتغلوا على ال 880 او خدوا 10 ميجا الزياده دي، تمام؟ ده الويف لينس. الويف لينس تقدر تحسبه ازاي لكل واحد، هو عباره عن سي على الاف، فانت بتقسم السي اللي هو 3 في 10 اس 8 على الاف اللي هي هنا تبقى في الحاله دي 900، تمام؟ وهنا نفس القصه، سي على الاف اللي هي اي 900، تمام؟ ودي برضو 1800 ودي 1900، تمام؟ لو قسمتهم هيديك الويف لينس او الطول الموجي بتاع التردد. بعد كده بنتكلم عن الباندوس. الباندوس تقدر تحسبه من اخر فريكوانسي لاول فريكوانسي، يعني 915 ل 890 25، 1910 ناقص 1850 يدوك ال 60 ميجا دول، تمام؟ طيب دوبلكس ديستنس معناها المسافه ما بين اول فريكوانسي في الابلينك واول فريكوانسي في الداونلينك. هنا 890 935 الفرق ما بينهم 45، هنا الفرق ما بين 1850 1930 هتلاقوها 80 ميجا دي،
يبقى ده الدوبلكس ديستنس، هي المسافة ما بين أول فريكونسي في الأبلينك مع أول فريكونسي في الداونلينك. الكارير سيبريشن طبعا كلهم شغالين على نفس النظام، إن هم شغالين ب 200 كيلو هرتز. نمبر أوف كاريرز حسبناها في ال 124، بتجيبها إزاي؟ بتجيبها الباندويتس دي على دي يديك دي، تمام؟ سوري مش دي، دي الباندويتس بتتقسم على ال 200 كيلو هرتز يديك الرقم ده، الباندويتس تتقسم على ال 200 كيلو هرتز يديك ده، وهكذا. والتشانل ريت زي ما اتفقنا وجبناها المره اللي فاتت 270 كيلو بيت بير سكند، دي التشانل ريت بتاعتنا، تمام؟ الجدول ده مهم جدا عشان تبقى فاهم كل حاجه عن الفريكونسيز بتاعت ال 2G، تمام؟ وبتاعت الجي اس ام. طيب احنا هنتكلم دلوقتي عن جزء مهم جدا هو الجي اس ام اير انترفيس. لو بصينا على الشكل ده هنلاقي ان انا عندي ده الفريكونسي دومين في الاكس اكسس، وعندي التايم دومين في الواي اكسس او في الفيرتيكال والهوريزونتال. طيب هنا بيوريني ان انا كنت بقسم التشانل من اول 890 935 915 من 935 960، خلاص ده الجزء بتاع الداون لينك وده جزء الاب لينك، بقسمهم 200 صح؟ يبقى بلوك 200 200 200 وهنا 200. لكن في الاب لينك، في الاب لينك كنا بنقسمهم كام؟ بنقسمهم 8 تايم سلوت، يعني كل فريكونسي اقصى عدد من الكاستمر اللي بيدخله 8 تايم سلوت، 0 1 2 3. يعني ايه؟ يعني ايه اصلا بقسم تايم؟ يعني في اللحظه، انا ما بتكلمش باللحظات بقى، بتكلم بالملي سكند. في الملي سكند الواحد يعني اقدر اخد كاستمر كل 577 مايكرو سكند. يعني انا هنا هيبقى عندي 8 اول 8 اول 400 اللي هم مجموعه، يعني ده لو ال 577 مايكرو سكند ضربته في 8 هيديك ال 4 ملي سكند دول. انا ما بقدرش اتعامل غير مع تمانيات. يعني ايه؟ يعني اول تمانية بيدخلوا عندي كل واحد بياخد ليه طريق ليه وقته. فمثلا عندي تمانية كاستمر، كاستمر نمبر 0 بياخد تايم سلوت رقم 0 اللي هي 570 مايكرو سكند، ورقم 2 تي اس 1 او تايم سلوت، تي اس يعني تايم سلوت. طب بالبلدي كده ايه اللي انت عاوز تقوله؟ اللي انا عاوز اقوله ان في الثانيه الواحده لو جيت تحسب في 8 كاستمر بيبقوا بيتكلموا على نفس الفريكوانسي. ازاي يا عم انت؟ ازاي 8؟ اهم 8. طب ازاي ما بيدخلوش كلامهم مع بعض؟ ازاي؟ عشان نعرف المعلومه دي ازاي ال 8، اما اجي اقول لك الفريكوانسي او التشانل الواحده بتشيل كام واحد تقول لي 8، افهمك ازاي. انا اخترت فريكونسي رقم 50، دي فريكونسي رقم 50، قلت لك الفريكونسي دي انا اقسمها ما بين الناس وهم مش هيحسوا كده، كل واحد هيحس ان هو في الثانيه الواحده واخد كل التشانل. ازاي؟ اقول لك، مش انا قلت لكم ان ده 4 مللي سكند، 4 وشويه مللي سكند، فانا اقسم التايم كده، اجي اقول ان انا هقسمه لتمانيات، ده 0 1 2 3 4 5 6 7، وانا هيكون عندي شويه يوزر كده، يوزر رقم 1، يوزر رقم 2 3 وهكذا لغايه يوزر رقم 8، فده 8 وده 1. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل حاجه مهمه جدا، ان يوزر رقم 1 هيقوم واخد تايم سلوت رقم 0 صح؟ هو هيتكلم عليها، فبيتكلم على 0 الجزء اللي خاص بيه اللي هو كام؟ 577 مايكرو سكند، وبيويت. يعني ايه بيويت؟ بيسكت بعديها. هيسكت قد ايه؟ هيسكت 7 تايم سلوت، هيسكت السبعه دول. يبقى السبعه دول هو بالنسبه ليوزر نمبر واحد هو سايلنت، ما بيبعتش حاجه، يسكت، وبعد كده بعد ما يخلصوا يبدا هو تاني يتكلم، فيجي هنا نفس القصه يوزر رقم واحد يكمل مكالمته على ده، خلاص؟ فده كده يوزر رقم واحد. طب يوزر رقم اتنين بيعمل ايه؟ هيبدأ
ده يوزر رقم 2 هيبدأ يتكلم على تايم سلوت رقم 1 ويسكت، هو طبعا سكت رقم 0 بس يبدأ ياخد رقم 1 ياخد 577 مايكرو سكند، نفس القصة دول 577 مايكرو سكند، ويسكت بقية الستة. يبقى هو سكت مرة وسكت ستة، هو سايلنت. بعدين يعمل ايه بقى؟ يقوم راجع مكمل بقية المسج بتاعته اكنه سكت ستة، وواحدة كمان اللي هي بتاعت الزيرو ده يبقى سكت سبعة، صح؟ وهيبعت الانفورميشن بتاعته هنا وهكذا. فاحنا هنلاقي ان كل يوزر من اليوزر بيسكت شوية. الله، يعني ايه بيسكتوا؟ يعني هل انت بتتكلم بتسكت؟ ما بتسكتش، ولكن معناها ان الانفورميشن اللي انت عمال تبعتها دي هي في الواقع بتتبعت في تايم سلوت وسبعه تسكت. السبعه دول انت ما تحسش بيهم لانهم بالملي سكند. انت لو ضربت سبعه في 577 مايكرو سكند السنس بتاع ودنك ما يقدرش ان هو يحس بيها، وعشان كده هم قعدوا يقسموا في تايم دومين لغايه ما وصلوا الرقم اللي هو 4 مللي سكند. بعد كده اليوزر ممكن يبدا يحس، فمش هيقدروا. انا ممكن اقول لك ما تقسم في التايم دومين، قسم في التايم دومين مثلا لكام؟ ل 20 ل 40 ليه 8؟ 8 هم يعني بعد محاولات كتيره اتفقوا ان الرقم 8 ده هو الرقم اللي بيخليني ما احسش بان في زي ما يكون ان اكتر من يوزر بيتكلموا في نفس الوقت، او ما يحسش ان على الاقل ان في حد متداخل معي. تمام. طيب يعني معنى كده ان كل ما اجي لو عملت كاباستي دايمنشن، يعني ايه كلمه كاباستي دايمنشن؟ لو جيت قلت لك معاك 20، ده سؤال ليكوا يا ريت في الشات في الجزء اللي الشات بوكس تردوا عليه. لو انت معاك 20 شانل، ماشي، 20 شانل في اللحظه، 20 شانل دول ماكسيمم نمبر اوف يوزر هيتكلموا في اللحظة على العشرين كام واحد؟ حد يقدر يقول لي؟ كام واحد في العشرين؟ أنا عندي 20 تشانل، تمام؟ كام واحد في العشرين في اللحظة يقدروا يتكلموا؟ أنا عندي 20 فريكونسي. لا، 20 غلط. هل الفريكونسي بيشيل واحد في اللحظة؟ اللحظة الواحدة ما بيشيلش واحد، صح، بيشيل 8. هتقولي ازاي؟ هو انا مش واخد الريسورس ده لوحدي؟ لا، انت واخده مع 8 تانيين، بس انتوا مش هتحسوا ان انتوا 8، انت هتحس ان انت واحد. ليه؟ لان انت بتبعت الانفورميشن في اللحظة دي بيكون معاك بالمايكرو سكند، بقى ما تقدرش انت تحس الموضوع ده، ولكن ده اللي بيحصل. ان في العشرين في اللحظة لو خدت كده لحظة لحظة، دي يعني ايه؟ اللي هي ثانية، في الثانية بيحصل شوية فريمز ملي سكند زي ما انتم شايفين كتير، صح؟ السكند الواحدة فيها كام ملي سكند، تمام؟ ففي اللحظة الواحدة بيتم ان ناس كتير بتبعت في نفس الوقت، فلو كلهم بيبعتوا على الثمانية تايم سلوت يبقى انت ال 20 فريكونسي اكنها حاجة عاملة زي كده. سوري، اكن عندك ادي ال 20 فريكونسي، ده واحد وده 20، كلهم متقسمين تمانيات. وانت ما تيجي بعينك دي تبص كده، انت هتبص في 1 سكند. ال 1 سكند مثلا انت هتنزل لغايه اقل واحده اللي هي 4 مللي. ال 1 سكند فيها فريمز كتير، بس انت بتبص لاقل حاجه انت تقدر تحس بيها، فانت هتلاقي ان ده شايل 8 وده شايل 8 وده شايل 8 وده شايل 8 في 20 ب 160، تمام؟ فدي فكره التي دي ام اي، فكره ان انت بقت الريسورس بتاعك هو عباره عن ايه؟ تايم سلوت. ده يعني ما فيش اقل من ده. هل تقدر تقسم عن 577 مايكرو سكند؟ ما تقدرش. ده في التايم دومين. في الفريكونسي دومين اقل حاجه ال 200 اللي هي احنا قسمناها هنا 200 اهو، صح؟ يبقى ده بقسمه 200 وده بقسمه 577 مايكرو سكند. خلاص، فمعلومه دي مهمه جدا عشان الناس اللي بتسال هو ازاي يا جماعه لما تيجي تقولوا
ان التشانل الواحده بتسيرف 8 في نفس الوقت. انا هنا بتكلم عن 8 فعلا، 8 بيبعتوا بس مش بيبعتوا في نفس الوقت، معناها ان هم اون ذا سيم تايم. انت لو نزلت في سكيل المايكرو سكند، لا هو في المايكرو سكند كل 577 مايكرو سكند في واحد بيبعت، تمام. بس احنا طبعا كيوزر ما تقدرش تاخد بالك من المعلومه دي، اللي ياخد باله هو السيستم نفسه. طيب يبقى نرجع بقى، الرسمه دي هتبقى واضحه جدا دلوقتي. ايه اللي واضح فيها دلوقتي؟ الواضح فيها ان ريسورسز بقى هو ده اصغر ريسورس ممكن اليوزر يتكلم عليه، اللي هو بيجي نتيجه انترسكشن ما بين 200 كيلو هرتز وما بين 577 مايكرو سكند. وعشان كده ده بيسموه التايم سلوت. التايم سلوت هو اصغر ريسورس موجود في التوجي. عشان كده في اسئله الانترفيو بيسالوا دايما اللي موجود في الانترفيو، يعني بيسالوه ايه هي الريسورسز الموجوده في التوجي، يقول له تايم وفريكوانسي اللي هو تايم سلوت. فده من اشهر الاسئله، ايه الريسورسز الموجوده في التوجي؟ التايم والفريكوانسي، اللي هي الاثنين بينترسكتوا ويطلعوا حاجه صغيره اسمها تايم سلوت. تايم سلوت اللي هي بتيجي نتيجه تكون 200 كيلو هرتز في الفريكوانسي دومين مع 577 مايكرو سكند في التايم دومين، تمام. طيب احنا برضو كده فهمنا ان انا عشان اعمل مكالمه لازم اخد بوكس من دول، لازم مكالمتي هتدخل جوه بوكس من البوكسات دي. طيب يعني انا لو عندي، لو جيت قلت لك من 10، من الساعه 10 للساعه 10 ودقيقه، كام فريم من ال 4 مللي سكند ده هيعدي؟ هتقول لي ازاي؟ هتحسبها ازاي؟ الدقيقه فيها كام ثانيه؟ هنا من 10 ل 10 ودقيقه في 1 مينت، صح؟ ال 1 مينت دي فيها كام؟ فيها كام ثانيه؟ فيها 60 ثانيه. الثانيه فيها كام مللي سكند؟ فيها كام مايكرو سكند؟ وبالتالي تقدر تشوف كام بلوك صغير من دول بيعدي، وانت ليك لما تيجي تتكلم ليك بلوك خاص بيك، يعني انت بلوك رقم 5، بلوك رقم 6، بلوك رقم 7 وهكذا. ما ينفعش ان انت تيجي مثلا اول فريم يعدي اللي فيه 8 دول تاخد ده، تاني فريم تقوم واخد بتاع تايم سلوت، لا انت خلاص وانس ان انت ركبت، هو زي القطر كده بتركب فيه عربيه واحده، العربيه دي تفضل ماشيه مع التايم صح لغايه ما توصل. هل بتوصل ينفع تقوم مغير من عربيه لعربيه وهو ماشي؟ لا ما ينفعش، تمام. فهو نفس القصه كده، انت بتركب على بلوك تي اس 0 تفضل عليها لغايه ما تخلص مكالمتك وتقفل، حد تاني يقدر ياخد التي اس 0 او تايم سلوت رقم 0 بعد ما انت تقفل، صح؟ ودي الفكره بتاعت المالتيبل اكسس، ان انتوا ما بتحجز، بتحجز وانس ان انت بتستخدم السيرفيس، اول ما بتقفل السيرفيس حد تاني يقدر يستخدمها. فده الشكل كده بيبقى الفريم ستراكشر عامل كده، ان انت بتبدا باصغر حاجه اللي هي ايه؟ ده التايم سلوت الصغير ده، صح؟ ده التايم سلوت. التايم سلوت ده وجبت كده مايكروسكوب وكبرته وعملت كده عليه ماكسمايز كده وكبرته، هتلاقي ان في شويه بقى بيتس عماله تتبعت فيه. اوعى حد يقول لك ذاكر البيتس دي، ما تذاكرهاش طبعا، تبقى فاهم بس ان هي عباره عن ايه، عشان في ناس بيقعدوا يشرحوا ده مثلا في تو سيشنز، يقعدوا يشرح بقى الاستراكشر وعباره عن ايه وكل بيتس و57 هنا و57 هنا وايه لازم كل ده، ملوش لازمه. انت في الاخر لما بتفتح وتشتغل مش هتلاقي بيتس قدامك، تمام. فانت تفهم بس ان الفريم بيمشي ازاي. فهو هنا اللي بيحصل، هو بيقول لك ان انت في الاخر الفريم ده التي دي ام اي، بيسموه التي دي ام اي فريم، بياخد 8 تايم سلوت مع بعض، صح؟ حتى ده بص التايم سلوت قلنا ده 577 مايكرو سكند، صح؟ اللي هي 5 7 6 يعني لاقرب مايكرو سكند 577، بتكون 8 من دول يكون لك فريم، ماشي؟ الفريم ده لما بيتكرر 26 مرة بيعمل 120 ملي سكند، وبيسموه هنا ساعات لو هو 26 بيسموه ال 26 تي دي ام اي فريم، ماشي؟ ده بيستخدم ان هو يبعت شوية انفورميشن ترافيك بلس سيجنالينج، يعني الانفورميشن اللي موجودة جوه التايم سلوتس اللي بتعدي جوه 26 فريم. يعني ايه؟ يعني انت بتكون تايم سلوت 8 تايم سلوت كونت دي ام اي فريم، 26 تي دي ام اي فريم ده
يعتبر لما بتكرره 26 مرة بيسموه المالتي فريم. المالتي فريم ده بيبقى مساحته 120 ملي سكند. طب لو جيت ال 26 كررت منهم 51 مرة بقى كام؟ 26 في 51 بيعمل لك حاجة اسمها سوبر فريم. ايه لازمة بقى السوبر فريم والمالتي فريم والمسميات؟ مش حاجة مهمة قوي، بس يعني هو بيقول لك الصورة من فوق عاملة ازاي. هو الغرض بتاعه تشوف الصورة من فوق. يعني انت لما بيكون بوكس جوه بوكس جوه بوكس جوه بوكس، بس تبقى فاهم الانفورميشن بتعدي ازاي جوه البوكسز دي، تمام؟ لكن انواع الانفورميشن دي اللي هنتكلم عنها. لكن البوكس اللي هو التايم سلوت ده بيسموه ايه؟ اللي هو اصغر حاجه اللي هو ده التايم سلوت ده بيسموه ايه؟ بيسموه الفيزيكال تشانل. يعني انت لما تيجي بتوع الدليفري بيجيب لك بوكس كده فيه الطارد بتاعك، تمام؟ بيبقى البوكس ده بيسموه الفيزيكال، حاجه انت بتشوفها، بتشوف البوكس. جوه البوكس ده بيسموه اللوجيكال انفورميشن. يبقى انا عندي بوكس وعندي كونتنت جوه البوكس. البوكس هو الفيزيكال شانل، والكونتنت اللي جوه البوكس هو ده اللوجيكال شانل، حاجه انفورميشن، نوع الانفورميشن نفسها، تمام؟ يبقى زي ما هنتكلم دلوقتي ايه انواع الانفورميشن وبتعمل ايه. فده الشكل. انا بس ايه مش عاوز اخضكم من الشكل. الشكل ده يعني مش حفظ، دي معناها مجموعه البيتس اللي بتعدي اهو، بتبدا مثلا شويه ترافيك تشانل وشويه كنترول او سيجنالينج، ويقعدوا يتكونوا مع بعض كده كل 8 فريم اهو. دول 8 تمانيات، يقعد كده يعدي الفريم. تخيلوا كده معدي فريم، عمال زيروز شوية كنترول شوية داتا شوية كنترول شوية داتا، تمام؟ فبيقول لك لو انت كونت 26 ترافيك فريم اهو، ده 26، وممكن تكون 51 كنترول فريم، معناها على حسب الانفورميشن، تمام؟ فعشان كده ممكن يطلع لك، لو هو من الاخر بيفرق ما بين نوع الانفورميشن. لو ال 26 فريم لو هم ترافيك بيتكرروا 51 مرة. طب لو هما كنترول، لا بياخد كل 51 كنترول انفورميشن ويكررهم 26 مره. يبقى تاني هو بيبص كده لنوع الانفورميشن، لو هي ترافيك يستنى لما تكون 26 ترافيك فريم ويكررهم 51 مره، ولو هي كنترول يستنى لما يكونوا 51 كنترول فريم ويكررهم 26 مره، بحيث ان هما يبقوا في الاخر عدد الفريمز بتاعت الكنترول هي عدد الفريمز بتاع الترافيك، كلهم يجمعهم مع بعض وتتبعت بحاجه اسمها هايبر فريم الكبير ده، اللي هو مدته بيقول لك بقى الهايبر فريم فيه كام تي دي ام اي فريم، او حوالي 3 ساعات ونص، تمام؟ يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني اقصى عدد من الساعات اللي ممكن المكالمه بتاعتك تفضل شغاله هي الماكسيمم نمبر اوف فريمز، اللي هي هنا كام؟ 2 مليون فريم، اللي هي 3 ساعات ونص. بعد الثلاث ساعات ونص مفروض مكالمتك تفصل. يعني انت لو عملت مكالمه وفضلت تتكلم لمده 3 ساعات ونص او 28 دقيقه بالظبط، المكالمه بتاعتك ما تفصلش. طيب هل ده اللي بيحصل في الواقع؟ اللي حد يقول لي في الواقع بيبقى الماكسيمم ديوريشن بتاع المكالمه قد ايه؟ ماكسيمم ديوريشن يعني انت تقدر تفضل تتكلم. حلو، ما اعرفش ازاي عرفتيها يا هيبه، يعني مع ان ساعه بس يعني تقدري انت تتكلمي ساعه؟ انا عمري ما شفت حد يتكلم ساعه. يعني هو صح، لو حد بيتكلم ساعه ممكن. ليه بقى ساعه؟ تمام، انا عمري في حياتي ما اتكلمت مع حد لمده ساعه وفصل دي، تمام؟ بس ممكن ناس كتير لو جربوها فعلا بيحصل كده، ان انت تفضل متكلم في التليفون لمده ساعه وبعد الساعه تفصل. ليه فصلت ما فصلتش عند 3 ساعات ونص؟ عشان دي نتورك سيتنج، بيسموها ايه في مصر او في بعض الدول دي كونفيجرابل، يعني انت ممكن تخليها ساعه ساعه ونص الشركه. يعني دي بيسموها زي سياسه الاستهلاك العادل. مش معنى ان انت قفشت في التايم سلوت ده، مسكت التايم سلوت ده اللي هو التايم سلوت رقم 0، تفضل ديديكيتد ماسك السلوت او التايم سلوت نمبر 0 لمده 3 ساعات ونص. هم حاطين مقللين الرقم من 3 ساعات ونص الى 1 اور، او يعتبر ساعات كده، تلاقي 59 مينت في شركات ساعه بالظبط، وتلاقي صفرت والمكالمه فصلت وتتصل تاني، تمام؟
فدي معناها ايه؟ معناها ان انت اما يقول لك 1 هايبر فريم، ان هو ظبط ال 1 هايبر فريم بتاعه، ان انا معناها ان انا هستقبل فريمز كونتينوس من غير اما انا افصل عليك المكالمه لمده 3 ساعات ونص. تمام؟ ليه بيعملوا كده؟ وانس بس ان هم عاوزين ان ما يحصلش ان انت تفضل الكاستمر حاجز تايم سلوت لمده طويله بدون اي سبب. هو بالنسبه له لازم يبقى في فيرنس ما بين اليوزر، مش معنى ان واحد معاه فلوس او هو فاتوره او عنده عرض معين فيفضل يتكلم وياخد التايم سلوت. طيب هنا انا ما بحتاجش، انا الى حد ما هنا انا ما بحتاجش قصه ايه ان انا يبقى عندي مثلا كاستمرز معينين، او يبقى عندي مثلا حاجه زي ان احنا نفهم تفاصيل كل فريم. لا ده فيزيكال لاير، يعني كل ده احنا ما بنشوفوش بعينينا. تمام؟ بتلاقي كده لو انت بتعمل تيست تلاقي المسجز رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه كده، بس من غير ما تدخل في اي تفاصيل من التفاصيل. تمام؟ طيب يبقى ده كده ايه الجزء بتاع المالتي فريم الترافيك والكنترول مالتي فريمينج. ده جاست تبقوا فاهمين بس ايه هو فور انفو، حاجه عباره عن ايه، هو 51 و26 بس ده مش مستخدم في الواقع. ده بيبقى الشكل اهو، ده عندي كده، ده الجزء لما بعمل زوم على التايم سلوت بتاعي، وبعد كده التايم سلوت ده بيتكرر 8 مرات يعمل لي فريم يتكونه بيزد على ان هو لو هو ترافيك مثلا يبقى 26 مره فريم، ده بيعمل لي ال 120 مللي سكند، بيسموه الجي اس ام مالتي فريم. تمام؟ يبقى انا بعمل تي دي ام اي فريم مالتي فريم، وبعد ما بعمل 8 تايم سلوت ال 8 تايم سلوت بيعملوا لي تي دي ام اي فريم اس ام مالتي فريم. تمام؟ فده كده الشكل بتاعي. تلوى الارقام دي ايه بالملي سكند بالمايكرو سكند بالمايكرو سكند، وهنا نمبر اوف بيتس اللي بتتبعت في كل جزء، يعني الكلام ده ايه تبقوا ايه عارفينه بس مش مهم قوي. دي شويه ارقام لو انتوا انترستد فيها. كل فريم عباره عن ايه، فانت بتبدا ب فيرست فريم 26 مالتي فريم 51 مالتي فريم 52. من الاخر يعني المهم في القصه دي كلها ان انت تبقى عارف ان كل فريم فيه 8 تايم سلوت، وكل فريم ممكن يتكرر 26 مره او 51 مره، وان انت في الاخر مجموعه السيلز او مجموعه الفريمز اللي بتتبعت هنا هي عباره عن البيرست. هو يعتبر هو يعني زي التايم سلوت بيرست، بس الفرق ما بينهم ايه ان البيرست دي معناها الانفورميشن يعني. تمام؟ فانت هنا لما يبقى عندك او تي دي ام اي فريم، يعني هو التايم سلوت عندي، انا عندي مثلا الفريم ده فيه 8 تايم سلوت، فانا من الاخر ان هو عندي 8 بيرست يعني. ماشي؟ فده اللي يهمني دلوقتي ان انا البيرست هو التايم سلوت او الفيزي، احنا هنسميه بعد كده فيزيكال شانل، مش هنسميه بيرست او مش هنسميه حاجه ثانيه، هيبقى ان بس ليه دايما بحط السلايد دي؟ عشان في ناس كتير بيكونوا بيقروا في كتب جي اس ام فبيقعد يحط مقارنات ما بين الفريم وما بين التايم اند سو اون. تمام؟ فعشان كده هم في الاخر بيقول لك الثلاث ساعات ونص دي، يعني لو انتوا بقى انترستد قوي ان انتوا تفهموها هتلاقي ان الثلاث ساعات ونص اللي انا اتكلمت عنها دي، تمام، بتنقل كام فريم؟ بتنقل 2 مليون فريم. تمام؟ وجايه منين؟ جايه من 120، ال 120 اتضربت جابت لك 235. طب السوبر فريم فيه كام مالتي فريم؟ بتقعد تمشي بالارقام دي لغايه ما توصلك ال 3 ساعات ونص. تمام؟ تبقى فاهم ان هو في الاكشوال بيبقى ساعه على حسب الدوله يعني. تمام؟ طيب جزء مهم بقى الجي اس ام تشانلز، انا كل ده بتكلم عن ايه؟ عن جي اس ام، بتكلم على الاير انترفيس. طيب هنا جايب لي حاجه اسمها فيزيكال تشانل وحاجه اسمها لوجيكال تشانل. فيزيكال تشانل ولوجيكال تشانل. طيب واللوجيكال تشانل في الوان كتير، كل واحد ليه اللون كده. تمام؟ وليه شويه حاجات عمالين يشرحها كده، ايه بقى الكلام ده كله؟ ماشي. انواع التشانل اللي موجوده في الجي اس ام نوعين، يبقى كده عاوزين نركز عشان نفهم بعد كده المكالمه بتحصل ازاي، لازم نفهم الجزء ده. ده كويس. فيزيكال تشانل وهو البوكس بتاع الدليفري ده، بغض النظر عن ايه اللي جواه، ولكن اللي جواه
انواع كتيره مختلفه بيسموها different logical channel based على different message type. يبقى انا الانفورميشن، يبقى انا كده لو قلت لك what are GSM channels types، في two types physical channel و logical channel. ايه هي الphysical channel؟ هي time slot. اهو انت بتقسم البند بتاعك ل time slot، تدي من الفريم بتاعك بتقسمه time slot، وكل time slot 577 مايكرو سكند، وكل واحده من دول جواها انفورميشن. اهو انا باخد ده الفريم الكبير كبرته، خدت التايم سلوت كبرتها، لقيت شويه انفورميشن بتتبعت. تمام، فالانفورميشن اللي بتتبعت جوه التايم سلوت ده اسمها اللوجيكال تشانلز، وكلها ايه بتاخد بقى، يعني الفريم ده ممكن تبعت هنا نوع من الانفورميشن، هنا نوع تاني، هنا نوع تالت، وهنا، ويحصل لهم مالتيبلكسنج ويعدوا في 1 تي دي ام اي فريم نمبر. تمام. طب انواع التشانل بيقول لك ممكن تبقى مش عارف برودكاست تشانل، ترافيك تشانل، ديديكيتد تشانل، اسوشيتد سيجنالينج اند سو اون. هتلاقي ايه انواع كتير. احنا هنتكلم النهارده على الانواع دي. تمام. يبقى انا انواع او الترافيك تشانل عباره عن ايه، او الجي اس ام تشانل عباره عن ايه؟ عباره عن نوعين، فيزيكال تشانل ولوجيكال تشانل. طيب الفيزيكال تشانل هو عباره عن ايه؟ هو مسؤول البوكس، او هو الفيزيكال تشانل، او هو التايم سلوت المسؤول عن ان هو بيترانسفير البيتس فروم وان نتورك اليمنت تو انذر. يبقى هو البوكس ده. انا بكرر دايما المعلومه دي عشان الناس تبقى فاهمه ان التايم سلوت هو الفيزيكال تشانل. طب اللوجيكال تشانل ايه؟ هو اللوجيكال تشانل الكونتنت. يبقى اللوجيكال تشانل الكونتنت اللي بيترمي هنا. يبقى انا عندي، لو انا عندي عربيه ومحمله بضاعه، العربيه هي التايم الفيزيكال تشانل. تمام. يبقى انا لو عندي عربيه كده يبقى العربيه دي هي ايه؟ الايه؟ التايم سلوت. والكونتنت ده هو البضاعه اللي بتتحمل. انواع البضاعه ايه؟ هل متحمل هنا سمك؟ هل متحمل لحمه؟ هل متحمل فراخ؟ وهكذا. الكونتنت ده هو يعتبر اللوجيكال تشانل. فهو جه قال لك ان انواع اللوجيكال تشانل اللي هتتحمل جوه الفيزيكال تشانل 1 تو 1، معناها ان هي نوع بيطلع من الموبايل للبي تي اس بس دايركت كده 1 تو 1، يبقى ده 1 تو 1، او نوع 1 تو ميني، دي معناها ان شويه داتا هتتبعت من البي تي اس لكل السيلز، لكل الموبايلز اللي هي في المنطقه بتاعتها، فده بيسموها 1 تو ميني، او ميني تو 1، يعني معناها دول لما يجوا يردوا على نفس البي تي اس كلهم بيبعتوا 1 تو ميني. الاخيره دي معناها ان انت كده وعندك كذا سايت وبتبعتهم في نفس الوقت، يبقى 1 تو ميني 1 ده 1 تو ميني 1 تو ميني ده 1 تو 1 وده ميني تو 1. معناها ان الكونتنت اللي هيتحط ده لازم تبقى عارف هو الكونتنت ده رايح من موبايل ستيشن لبي تي اس، ولا الكونتنت اللي متحمل ده رايح لكل الموبايلات اللي موجوده تحت السايت، ولا الكونتنت ده رايح من الموبايل ورايح ديليفري لاكتر من سايت. تمام. يبقى الكونتنت اللي متحمل جوه الفيزيكال تشانل هو ده له انواع اللوجيكال تشانل. طيب يبقى انا كده عندي الفرق ما بين الفيزيكال تشانل واللوجيكال تشانل. طيب في سؤال، ميني تو 1، ميني تو 1 اللي هي اخر نوع، ميني بيتس تو سيم موبايل هاو؟ لا، ميني تو 1 معناها ان في مسج طالعه من 1 ميني تو 1. اوكي، ميني تو 1 معناها ايه؟ ميني تو 1 اللي هي اكتر من سايت، خلينا نعملها كده، معلش انا همسح بس عشان ايه نرسمها تاني. ميني تو 1 معناها ان ال 1 ده اللي هو السايت الموبايل ستيشن، وميني معناها ان انا عندي اكتر من سايتين، فده بيبعت وده بيبعت لنفس الموبايل وده بيبعت لنفس الموبايل. خلاص، فده معناها ميني تو 1،
ماشي. وممكن حاجة تانية، ممكن يبقى أنا عندي أكتر من موبايل وعندي وان سايت، ده برضو ميني، عدد موبايلز بتبعت لنفس السايت. هنشوف بقى إيه المعلومات اللي ممكن تتبعت من نفس الموبايل، من أكتر من سايت لنفس الموبايل، أو معلومات اللي بتتبعت من أكتر موبايل لنفس السايت. تمام، الاتنين دول هما ميني تو، يا إما from mobile station to the same BTS اللي هي الكيس دي، دي same BTS، أو من different cells ل same mobile. تمام، فهو ده مش معناها مجموعة bits بتتبعت، دي مجموعة messages. طبعا يعني، بس احنا يعني خلاص بقى احنا هنطلع بره مرحلة البيتس خالص، نتكلم بمسجز او بنتكلم بتشانل. هو التشانل جواها بيتس، بس ما بنتكلمش في الجي اس ام بلغه البيتس خلاص، احنا بنتكلم ان البيتس دي بتتحط جوه التشانل، فدي اسمها مسج. فهو مجموعه مسجز، مجموعه مسج بتروح لنفس الموبايل، او مجموعه مسج بتروح لنفس البي تي اس. وهنشوف ايه الانواع اللي يعني ازاي بيحصل، او ايه الكيسز اللي بيحصل فيها الكلام ده، واحنا بنتكلم على جزء اللوجيكال تشانل. طيب يبقى احنا كده بس اهم من جزء في النقطه دي عشان ما ننساش، التايم سلوت هو الفيزيكال تشانل، الكونتنت اللي بيتحط جوه التايم سلوت هو اللوجيكال تشانل. طيب خلينا نشوف كده الفيزيكال تشانل عباره عن ايه. عباره عن شويه ادي الجي اس ام 900 مثلا 124 تشانل، وكل تشانل فيها مجموعه فريمز عماله تعدي كده، كل تي دي ام اي فريم فيه 8 تايم سلوت، كل تايم سلوت من دول يعتبر هو الفيزيكال تشانل. يبقى انا عندي الجي اس ام 900 بقسمها ل 124، وكل 200 كيلو هرتز او كل تشانل من دول فيها تمانيات عمالين يعدوا، وكل كل تمانيه مع بعض بيعملوا حاجه اسمها تي دي ام اي فريم، وكل بقى 26 تي دي ام اي فريم بيسموها مالتي فريم اند سو اون. تمام، يبقى ده كده التايم دومين، وده كده الفريكونسي دومين. ممكن نشوفها بشكل تاني، ده التايم بتاعي اهو. التايم سلوت هو عباره عن ايه؟ لو ده التايم فريكوانسي، شويه فريمز بيعدوا، وكل 8 اللي هو 4 مللي سكند، تمام، بيعدوا لي اكنهم تي دي ام اي فريم، تي دي ام اي فريم. تمام، وانا عندي باخد فيزيكال شانل، فمثلا نمبر 2 هنا هو لازم افضل مكمل عليها على طول، فالفريمز ريبيت كونتينيوسلي، معناها ان انا كل ما باخد فريم من دول بفضل مكمل مكالمتي عليه كونتينيوس لغايه اما اقفل المكالمه، او المكالمه تتقفل عليا لو انا عديت الهايبر فريم، او الزمن اللي بيكمل الهايبر فريم بيزد على السيتنج بتاعه النتورك. تمام، فده بكل بساطه كده معنى كلمه فيزيكال تشانل. طيب لوجيكال تشانل، قلنا اللوجيكال تشانل هو ايه؟ انفورميشن كونتنت اللي بيترانسميت اوفر الفيزيكال تشانل. يبقى الانفورميشن اللي بتحط هنا، نوع الانفورميشن نفسها هي دي اللوجيكال تشانل. يبقى خلاص احنا خلصنا ان من فكره الفيزيكال تشانل عباره عن ايه. الفيزيكال تشانل هي عباره عن التايم سلوت اللي جواه هو اللوجيكال تشانل، وطبعا ليه حاطين انواع او الوان مختلفه كده عشان في مجموعه انفورميشن بتتبعت في كل ده. فهنا كاتب لي في نوعين من انواع الانفورميشن في اللوجيكال، انا خلاص قفلنا قصه الفيزيكال. في اللوجيكال ايه الانواع؟ هنلاقي يا اما لوجيكال ترافيك تشانل، يا اما لوجيكال كنترول تشانل. اللوجيكال ترافيك تشانل دي معناها ان هنا في فويس كول معديه، او في اس ام اس معديه. طب امال لو كانت كنترول؟ لا، اي انفورميشن ثانيه، انا مثلا بحاول اعمل كول سيت اب، بحاول اعمل بتصل، بعمل هاند اوفر، بغير من لوكيشن اريا لوكيشن اريا، كل دي انفورميشن، بس نوع الانفورميشن دي كنترول وليست ترافيك. تمام، يبقى جوه التايم سلوت، جوه الفيزيكال تشانل، جواها لوجيكال تشانل، يا اما تبقى كنترول يا اما تبقى ترافيك. بأنواع اللوجيكال تشانل، ما تتخضوش، هو احنا ان شاء الله هنبسطها بحيث ان احنا طبعا دول اهم، دي اهم سلايد لو انت طلعت
من السيشن النهارده وانت قادر تشرح في هنا كم نوع من انواع التشانل دول؟ مثلا 10 كنترول، وحوالي 2 أو 3، هنشوف الثلاثة ايه هنا من الترافيك، حوالي 13 تشانل. لو ال 13 تشانل قدرت ان انت تبقى فاهمهم، فتقدر ان انت في الاخر تقول ان انا عندي ال 13 تشانل، كل واحدة بتعمل ايه، كل واحدة نوعها ايه، هو ده التارجت بتاع النهاردة. تمام؟ فهنا اللوجيكال تشانل نوعين، ترافيك تشانل، والترافيك ليه نوعين، وكنترول تشانل. الكنترول تشانل ليه 3 سب كاتيجوري، برودكاست، كومن، ديديكيتد، وكل واحده منهم فيها 3 انواع. تمام؟ طيب ليه الجزء ده مهم جدا؟ الجزء ده مهم جدا عشان خاطر الكول سيناريو بيستخدم كل ده، يعني اي مكالمه، اي مكالمه في الغالب بتستخدم معظم كل التشانلز دي في الغالب يعني. تمام؟ فانت لو فهمتهم هتعرف المكالمه بتحصل ازاي من موبايل لموبايل تاني. طيب هنبدا بالاسهل والاخف واللي فيه عدد اقل، اللي هو الترافيك تشانل. بعد كده هنتكلم على الكنترول تشانل ونبدا ندخل لكل واحده دول بتعمل ايه. تمام؟ قبل ما ندخل لازم اديكم ملحوظه مهمه جدا. ايه الملحوظه دي؟ الملحوظه بتاعتي ان انا الريسورسز بتاعتي في 2 جي هي عباره عن ايه؟ ها؟ تايم وفريكوانسي. المربع ده اسمه ايه؟ ممكن تقولوا لي المربع ده اسمه ايه؟ عشان ايه قبل ما ندخل كده ابقى متاكد ان انتوا كلكم عارفين ايه هو، او الناس اللي حاضره النهارده يعني تبقى عارفه ايه هو. تي اس او تايم سلوت، صح؟ او فيزيكال شانل. تمام جدا. تمام؟ يبقى ده المربع اللي انا هو ده ملكي، يعني ما ينفعش اعمل مكالمه او ابعت اسم من غير ما يكون معايا المربع ده. طيب يبقى دي اول معلومه انا عاوز اعرفها. تاني معلومه عاوز اعرفها هو ان اللوجيكال شانل دي هي الكونتنت اللي اتحط جوه. تاني تالت معروفه معلومه لازم اعرفها هنا، ان انا لازم التايم سلوت ده مكالمتي اللي هعملها هنا لازم تبقى مكونه من حاجتين، كنترول زائد ترافيك. يعني عمر ما المكالمه تطلع ترافيك على طول، لازم في تحضيرات ليها. زي ما انت كنا بنقول كده، السفر بتاعك خلينا نضربها بمثال، لو انت مسافر من مصر للسعوديه مثلا، ان انت تروح من هنا توصل لهنا ده بيسموه ترافيك، وخلاص انت ركبت الطياره ورحت وصلت هناك، فالغرض هو الترافيك. المكالمه انت قاعد بتتكلم مع واحد دلوقتي، ده الغرض، ده المكالمه. ولكن قبل ما تسافر في شويه حاجات تحضيرات بتحضرها، ده اللي هو السيجنالينج. البريبريشن اللي بتتحضر للمكالمه دي اسمها سيجنالينج. عمرك ما ينفعش تروح كده تصحى من النوم تروح للمطار وتسافر، برضه ما ينفعش انت تقرر تعمل مكالمه تقوم عاملها دايركت تروح تاخد ترافيك تشانل، لازم تكون في تحضيرات حصلت من الكنترول تشانل. يبقى انت محتاج الاثنين دول لاي مكالمه او اي سيرفيس، لازم تبقى عباره عن كنترول تشانل بلس ترافيك تشانل. طيب دي افتكروا الملاحظات دي عشان مهمه جدا. اول ملاحظه ان انا لازم اخد تايم سلوت، تاني ملاحظه ان اللوجيكال تشانل بتتحط جوه الفريكوانسي، اللوجيكال تشانل دي لازم تبقى كنترول وسيجنال. تمام؟ دول اهم ملاحظات قبل ما نبدا. طيب خلينا نبدا بالجزء بتاع الترافيك تشانل. ادي الموبايل بتاعي، ماشي، والموبايل بتاعي بيبعت ترافيك. الترافيك ده بيروح البي تي اس، يروح البي اس سي، الام اس سي، بعد كده الام اس سي يعمل حاجه تقوم مرجعاه تاني، فالترافيك رايح جاي بيني وما بين البي تي اس. هتقول لي الله فين اليوزر هنا؟ فين اللي انا بكلمه؟ اللي انت بتكلمه عادي موجود ان شاء الله، بيبقى موجود في بعيد كده، نفس القصه عنده بي تي اس وعنده بي اس سي، وبيكلم ممكن نفس الام اس سي او اي ام اس سي تاني. فانت الترافيك بيروح كده ويرجع كده، يروح كده ويرجع كده. تمام؟ طيب السبيتش دي قالوا ان في ليها نوعين، يا اما فور ريت يا اما هاف ريت. يعني ايه فور ريت؟ معناها ان التايم سلوت اللي حضرتك فيزيكال تشانل دي الفويس كول بتاعتك دي بتدخل جواها كلها. الله،
48 يعني معناها 13 كيلو بيت بير سكند. فاكرين كلمة 13 اللي هي كانت ما بين الموبايل والبي تي اس، كانت داتا بتروح ب 13 كيلو بيت بير سكند لو تفتكروا من السيشن اللي فات. او هاف ريت، هاف ريت دي معناها ايه؟ ان انت بتستخدم نص الترافيك ده. يعني ايه نص ال 13 كام؟ 6.5. يعني اتنين يوزر بيتكلموا عن نفس التايم سلوت، معناها ان الداتا بدل ما انت كنت بتبعت 13 كيلو بت في الثانيه بقيت بتبعت كام؟ 6.5 كيلو بت بير ثانيه. تقول لي يعني انا مكالمتي باظت كده؟ لا ما باظتش، هي بتاثر على الكواليتي بتاعتك. ولكن هنا هتقولي اصلا هل ينفع ان انا مش ده اقل حاجه ال 13 او التايم سلوت ده اقل وحده ممكن ابعت عليها الداتا بتاعتي؟ قال اه فعلا. بس هم لما عملوا ابجريد نفس القصه في اليوزر داتا. اليوزر داتا معناها لو انت بتبعت داتا معناها يا اما بتبعتها على 14.4 كيلو بت بير سكند او 4.8 كيلو بت بير سكند. ماشي، بس سيبنا من الداتا دلوقتي، احنا عشان 2G مهتمين جدا بالفويس. يبقى انا عندي التايم سلوت بتاعي لو استخدمته كله هيبقى الترافيك بتاعي بيمشي بريت 13، ولو استخدمت نصه هيمشي ب 6 بوينتس نص. بنعمل امتى الهاف ريت، او بنستخدم امتى فكره الهاف ريت دي؟ امتى؟ لما بيحصل كونجيشن في النتورك. يعني ايه؟ يعني ده بمزاجي كده اليوزر فجاه يجي يدخل على فور ريت واحول له هاف ريت؟ اه. ده النتورك بتحصل ايه؟ بيحصل لما يبقى فيه ايفنت. ثواني سوري. لما يبقى فيه ايفنت، الايفنت ده كبير وفي كونجيشن كتير، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا محتاج ريسورسز كتير عشان الناس بداوا يزيدوا. تمام؟ اه. احنا في انظمه زي كاو مثلا اللي اتكلمنا عنها السنه اللي فاتت، السيشن اللي فاتت، ان احنا بنجيب سايت ويقدر يسيرف. ولكن في من ضمن الطرق ان انا افرض بعد ما جبت الكاو لسه في زحمه، ان انا خلاص افتح الشيرنج. الشيرنج دي معناها ايه؟ ان تو كاستمر يقدروا يدخلوا على نفس الستوتس. يعني من الاخر الفريكوانسي الواحد بدل ما كان بيشيل 8 يوزر 8 تايم سلوت بقى بيشيل 16. معناها ان انا اي تايم سلوت من دول اتقسم لنصين. هيأثر لي على الكواليتي؟ اه هيأثر على الكواليتي. ازاي؟ هنشوف. يعني ايه اصلا اقسمه وما يأثرش على؟ لا بيأثر طبعا. ده الشكل بتاعي، ان انا الانواع بتاعت الترافيك تشانل هي اللي مسؤوله زي ما انا كاتب كده عن السبيتش او اليوزر داتا. اب او داون لينك، يبقى الترافيك تشانل ده داون لينك واب لينك. انت بتتكلم وبتسمع فهو اب لينك وداون لينك. انواعه ايه؟ تي سي اتش فور ريت. فور ريت دي معناها ايه؟ ان انت شغال ب 13 كيلو بت بير سكند. هما جم يسالوا ال 13 كيلو بت بير سكند وهي بتتبعت، مش احنا قلنا بتقعد تعدي على مراحل كودينج وسبيتش كودينج وانترليفنج لو تفتكروا من السيشن اللي فاتت، لغايه ما وصلت ل 33 وضربناها في 8 بقت 270. ماشي؟ بليز يعني تراي ان انتوا تبقوا مراجعين برضو السيشنز عشان لما اقول قلناها في السيشن اللي فاتت ما حدش يتوه مني. فلما بقول 13 معناها ان ال 13 دي بيحصل لها كودينج، بزود لها 9.8 كيلو بيت بير سكند وبقت 22.8. هثبت لكم ان انا قلت الكلام ده عشان ايه لو حد بدا يشك او حاسس ان هو ما شافش الكلام ده. ارجع لكم بسرعه. فاكرين السيشن دي؟ اهو دي قلناها المره اللي فاتت. قلنا ال 13 بيحصل لها شانل انكودر. تمام؟ شانل انكودر من هنا بيبقى 22.8 صح؟ وال 22.8 راحت من ال 13 وصلت 22. ازاي؟ بعمل لها انكودنج. انكودنج يعني ايه؟ بزود لها عدد البيتس اللي هي بتعدي فيهم. انكودنج ده معناه ان انا بعمل كودنج. كودنج يعني ايه؟ بزود عدد البيتس من 13 اوصلها ل 22.8. تمام؟ فهي لو فور ريت هي هتشتغل ب 13 لان مجموعهم لازم يبقى من 22.8 ل 13، يبقى انا زودت كام؟ 9.8. تمام؟ يبقى انا هنا تاني هرجع تاني للحته
الحتة اللي بنتكلم فيها اهي، من 13 راحت ل 22 ازاي؟ زودتها حاجة اسمها redundancy. redundancy دي وظيفتها ايه؟ لما البيتس يحصل failure هي تعوضهم، تبقى موجودة للتعويض، خلاص. فده بيسموها الفوري، معناها ان انت تحول 13، ده المكالمة بتاعتك 13 كيلو مع 9.8 كيلو، ده ريداندنسي، عشان لو حصل مشكله احمي البيتس بتاعتي. ده يعني في علم الكودينج معروف ان انت بتزود بيتس عشان تحمي البيتس، لو حصل اي فيلير يبقى في بعض الداتا او بعض البيتس دي تعمل ايه؟ تحمي الداتا بتاعتك، تمام، او يعمل لها ريترانسميشن. ده هو النوع اللي هو الفور ريت. في نوع تاني هو الانهانسد فور ريت، ده اللي هو بيبقى ايه؟ بدل ما انت تبعت 13 بتقللهم وتخليه 12.2 وتزود الريدندنسي. يعني ايه؟ يعني هنا الجزء ده هو المسؤول عن الكواليتي بتاعت الصوت بتاعت حضرتك، فلما كل ما بتزود الجزء اللي مسؤول عن الكواليتي كل ما بتاخد الداتا ريت اعلى او تسمع الصوت احسن. فهنا لو حصل مشكله انا عندي 9.8 كيلو، هنا عندي 10.6 كيلو، فعشان كده الداتا ريت عندك الصوت بتاع الانهانسد فور ريت ده لما يبقى مثلا في ايفنت في في اي بي بنحول كل التي سي اتش، هما الاثنين على فكره هما الاثنين واخدين تايم سلوت، يعني دي ودي مش بقسم التايم سلوت، باخدها زي ما هي. بس هنا لما بعمل كودنج بعمل كودنج بنمبر اوف بيتس اكتر من الكودنج اللي بعمله في الفور ريت، يعني بزود الفرص بتاعت الكواليتي احسن هنا. فمين الكواليتي بتاعته احسن؟ هو الانهانسد فور ريت، عشان كده بيسموه انهانسد فور ريت. والاثنين تي سي اتش، الاثنين واخدين تي سي اتش، دي اسمها الكونتنت اللي بيتحط هنا تي سي اتش. طيب في هافريت، هافريت زي ما قلنا بنقسم بقى، نقسم دي اتنين ونقسم باجي هنا دي بقسمها على اتنين، فتبقى دي 5.6 ودي 5.8، تمام. فبدل ما هي 22.8 بقت 11.4، دي بقى ساعتها لا انا بقسم دي تي سي اتش على 2، فانا دي كده بقسمها على 2، هنا كاستمر وهنا كاستمر تاني، ماشي. يبقى انا من الاخر كده عندي فيزيكال تشانل اللي هي تايم سلوت، بحط جواها ترافيك تشانل، ده الصوت بتاعي، يا اما اخد كيوزر 1 ترافيك تشانل وابعتها زي ما هي 13 والكودنج بتاعها يبقى بقيته يعني، فده كده اسمها تي سي اتش او فور ريت او انهانسد فور ريت، ان انا هبعتها برضو هاخد نفس التايم سلوت بس هزود الجزء اللي مسؤول عن الكواليتي اكتر عشان يديني صوت احسن، فده معناها تي سي اتش او برضو انهانسد فور ريت. اخر نوع لما بيحصل كونجيشن او يبقى عندي مشكله كباستي، فبقلب كل التي سي اتش، وده بارامتر جوه النتورك بدخل عليه اكتب البارامتر ده، بياخد نوعين يا اما فور ريت او هاف ريت، انت بتختار ان انت السيتنج يبقى فور ريت، يبقى كل التي سي اتش اي كاستمر هيجي يعمل مكالمه هياخد تايم سلوت كامل، حتى لو في زحمه ملوش علاقه هو هياخد تايم سلوت كامل، او انت بتقوم مختار السيتنج تخليها هاف ريت، يبقى كل اللي هيدخل من الاول هيبقى هاف ريت. في نوع بقى، في بعض الاوبتمايزيشن بقى، عشان كده بنتكلم عن علم الاوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن بيعمل ايه؟ بيعمل الاثنين، يدخلك فور ريت واما يوصل الزحمه يحولك من فور ريت لهاف ريت، طب الزحمه قلت يرجعك فور ريت، ده بيبقى دايناميك، بيسموه دايناميك سويتشنج ما بين الفور ريت والهاف ريت، فده مهم. بس ده في الاوبتمايزيشن، يعني مرحله متقدمه، ده هيشتغل ان شاء الله اوبتمايزيشن او كده، هيبقى عارف قوي لما يحصل اي ايفنت يبقى هو كيرنج قوي ان هو يحول ما بين فور ريت وهاف ريت او من هاف ريت لفور ريت، تمام. طيب عندنا سؤال هنا، الترانسميشن على التشانل 270، ايوه هو خلاص التشانل الفريكوانسي اللي هي بتشيل الثمانية الترانسميشن عليها هي بتستقبل 270 مضغوطين في 200، ماشي، هي كومبريسد، يعني مش 270 بيعدي 200 وبعدين 70، لا هو ال 270 دي كومبريسد بيعدوا في ال 200، فهو هيبقى التشانل ريت بتاعتي ايوه 270 كيلو بيت بير سكند ما بين الموبايل وما بين البي تي اس، لان الموبايل ما بيبعتش لوحده، بيبعت مع سبعه تانيين، فالثمانيه بيطلعوا على التشانل بالتشانل سبيس اللي هي 200 كيلو هرتز، ولكن معدل الترانسفير
بيبقى 270، يعني هو في ال 200 دي بيبعت 270 بس كومبريزد، فانت بتشوفهم اه ده ايه ده التشانل 200 بس، اه بس اللي بيعدوا 270 بس محصول لهم كومبريست. نفس القصه اكنك لو انت عندك فايل في وعاوز تبعته لحد، انت بتعمل ايه في الفايل؟ بتعمله كومبريس صح؟ هل انت كده قصيت من الفايل؟ ما قصيتش، انت عملته كومبريس وبعته له، هو بيعمل دي كومبريس في النهايه، فبيسمع او بيشوف الفايل زي ما هو بالظبط تمام؟ فهو هنا مش بيفقد معلومات ولا حاجه، هو بس ايه بيعمل كومبريس. فده كده انواع الكلام ده، طبعا بينطبق على الفويس وبينطبق على الداتا، فبيبقى عندي سبيتش عندي داتا، السبيتش يا اما بتبقى فور ريت او انهانسد فور ريت او هاف ريت، والداتا نفس القصه بتبقى يا اما فور ريت 9.6 او تبعتها ب 4.8 او هاف ريت 2.4 تمام. فده كده ايه الترافيك تشانل. يبقى تاني قبل ما ندخل على اللوجيكال تشانل عشان الجزء ده يبقى واضح، انا عندي علاقه ما بين الموبايل وعلاقه ما بين السايت، العلاقه دي هي الهوا. الهوا ده متقسم عباره عن فريكوانسيز، كل فريكوانسي يقدر يشيل 8 تايم سلوت، كل تايم سلوت اسمها فيزيكال تشانل، كل فيزيكال تشانل فيها شويه كونتنت اسمهم اللوجيكال تشانل. اللوجيكال تشانل نوعين، نوع ترافيك تشانل وده اللي اتكلمنا عنه، ونوع لوجيكال تشانل وده اللي هنتكلم عنه بعد البريك ان شاء الله. الترافيك تشانل دول نوعين، سبيتش او داتا. السبيتش ثلاث انواع، فور ريت انهانسد فور ريت هاف ريت، الداتا نفس القصه تمام. فمهم جدا بعد السيشن دي على قد ما تقدروا ان انتوا تراجعوا الماتيريال او تسمعوا الريكورد، لانها مهمه جدا وبتتنسي. يعني انا بعد كده هندخل بقى في تفاصيل اللوجيكال تشانل، هتلاقوا بقى بحر وكده، بس هنفهمه ان شاء الله بالترتيب وكده هتبقى سهله. اهم حاجه تبقى انت بعد مذاكره السيشن دي ان انت قادر لوحدك ان انت تفرق ما بين اللوجيكال تشانل وال10 لوجيكال تشانل، كل واحده بتعمل ايه، وتبقى فاهم هي داون لينك ولا اب لينك، 1 تو 1 ولا 1 تو مين. فمثلا التشانل دي ترافيك تشانل هي داون لينك واب لينك، واتكلمنا عن القصه دي، وبتبقى من الام اس للبي تي اس 1 تو 1 كده صح. المكالمه ما ينفعش انت مكالمتك يعني انت رايح لحد، فهي بتحجز لك طريق منك للحد التاني ده تمام، فده معناها كده ان انت 1 تو 1 تمام. فده كده الايه الجزء بتاع الترافيك تشانل خلاص. كيف احنا خلصنا خلاص، فاحنا يبقى فاهمين ان احنا خلصنا الفيزيكال تشانل، فهمناها اللي هي البوكس، وجوه البوكس يا اما بيتحط الترافيك يا اما كنترول او سيجنالينج، والترافيك انواعها في طبعا هنا انهانسد فور ريت، الثلاثه دول كده اللي بيتحملوا هنا خلاص. فاحنا خلصنا ده وهندخل المفروض على اللوجيكال تشانل. طيب السيجنالينج تشانل از كنت اه السيجنالينج هي الكنترول، قلنا في بداية السيشن ان السيجنالينج هي السيجنال شانل هي الكنترول شانل، يبقى الثلاثة دول كلهم مسمى واحد تمام. يبقى هو طيب قبل ما نتكلم عن الكنترول شانل، الكنترول حاجة بتكنترول المكالمة بتاعتك، بتساعد ان المكالمة ان هي تقوم، ولكن هي مش مكالمة في حد ذاتها، المكالمة في حد ذاتها هي الترافيك شانل. فدي ثلاث انواع، برودكاست وكومن وديديكيت، وكل واحده فيها شويه سب كاتيجوريز منها. البرودكاست والكومن والديديكيتد هم كلهم تحت مظله الكنترول تشانل. البرودكاست هنشوف معناها ايه، اسمها باين منه، الكومن معناها ايه اسمها باين، ديديكيتد برضو كل واحده من دول معناها ايه وبتعمل ايه. ماشي ان شاء الله هناخد بريك هنرجع و35 وهنبدا باول جزء اللي هو البرودكاست تشانل، وبعد كده ان شاء الله وان شاء الله يعني ايه ما تقلقوش من النقطه دي، ده من اصعب الانواع اللي موجوده، بس وانس ان احنا فهمنا هنا بيحصل ايه هتبقى سهله بعد كده ان شاء الله ان احنا نفهم الهاند اوفر، نفهم اللوكيشن ابديت، نفهم المكالمه بتتعمل ازاي، الموبايل اوريجينيتنج بتعمل مكالمه بتستقبل المكالمه، هيبقى سهل. فان شاء الله ما تقلقوش هنفهمها بطريقه شيك كده، وهنبقى فاهمين اي حد لو سالك ايه انواع التشانلز في طريقه معينه
هنشرحها بيها ان شاء الله، انت هتفتكرها من غير ما تحفظ اي حاجه. احنا مش هدفنا الحفظ، احنا هدفنا نفهم ان شاء الله. خلاص، فان شاء الله هنتقابل، و35 دقيقه اشوفكم بعد البريك ان شاء الله. شكرا.
طيب السلام عليكم. عاوز بس اتاكد ان كل الناس رجعت اللي حاضرين معانا النهارده، اللي يرجع يا ريت يقول ايه دن او اي حاجه، يعني عاوزين نتاكد اللي حاضر رجع. اوكي طيب تمام. ماشي، في ناس بعتت برايفت. اوكي طيب، احنا كنا وقفنا عند سوري تمام احنا كنا وقفنا عند نقطة ان احنا اتكلمنا عن الفيزيكال تشانل وعن اللوجيكال تشانل، اول جزء منها وهو الترافيك تشانل، وهنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن الكنترول تشانل. طيب قبل ما نبدأ نشوف ايه اللي بيحصل في التشانلز دي، هناخد فكرة كده عن اللي انا عاوز اوصل. اول حاجة قلنا resources 2G، resources عبارة عن ايه؟ حاجتين، time و frequency، تمام، اللي هما بيتمثلوا في التايم سلوت. يبقى انا لو عاوز اعمل اي سيرفيس على 2G لازم يبقى معايا تايم سلوت، يبقى لازم ابقى عارف انا شغال على اني frequency وفي اني جزء من التايم فريم، يعني في اني تي دي ام اي فريم، صح؟ يبقى انا لازم عندي كذا معلومه المفروض تبقوا جاهزين معايا. اول حاجه الفريكوانسي تشانل بتاعتي، تاني معلومه التي دي ام اي فريم نمبر بتاعي، صح؟ يعني في كذا فريم، فانت عاوز على اي فريم واني اني جزء، خمسة ولا ستة ولا زيرو ولا and so on. فكده ده كده بسم الله الرحمن الرحيم اول جزء خالص ببدأ بيه. عاوز تعرف ايه تاني؟ يعني انت لما بتيجي تفتح الموبايل، الموبايل دلوقتي باور اوف، ولما تيجي تشغله الموبايل لازم عشان يشتغل يبقى عارف هو في اني تردد، في اني فريكونسي باند، وفي جوه الفريكونسي باند في تايم، صح؟ ماشي، في اني تايم سلوت هو هيقدر يسمع عليها الانفورميشن اللي هتجيله، تمام؟ انفورميشن هتجيله، في انفورميشن هتجيله. في تالت حاجه انفورميشن من السايد بقى، ما هو هيعرف هو في انهي سيل ازاي. انفورميشن اباوت ايه بقى؟ اول حاجه السيل اللي هو عليها ايه؟ يعني رقم السيل اللي هو موجود فيها ايه؟ اللي هي بيسموها السي جي اي، اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، سيل جلوبال ايدنتيتي. دي حاجه جايه من نتورك، صح؟ انا لازم عشان فتحت الموبايل لازم يقول لي انت في المكان الفلاني، السيل بتاعتك كذا، واللوكيشن اريا بتاعتك رقم كذا، اللوكيشن اريا ايدنتيتي دي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. ولو نفتكر اللوكيشن اريا بتبقى عباره عن ايه، هي كده متقسمه، دي المنطقه وفي جزء اسمه لوكيشن اريا واحد، لوكيشن اريا اتنين، لوكيشن اريا ثلاثة مثلا. فاللوكيشن ارياز دي بتبقى متقسمة لسيلز، سيل واحد، سيل اتنين، سيل تلاتة، سيل اربعة، سيل خمسة، سيل ستة، سيل سبعة، سيل تمانية. فانت لو جه قال لك السيل جلوبال ايدنتيتي هو رقم واحد، يبقى معناها ده انت فتحت الموبايل في منطقة تحت السايد ده في لوكيشن اريا رقم واحد، يبقى دي معلومتين هيجوا لك، ماشي؟ طيب يبقى انا كده، ده كده لما بفتح الموبايل. يبقى احنا هنمشي بالبروسيدرز بتاع التشانلز بترتيب السيرفيس اللي هتجيلي للموبايل. فانا منطقي ان اول حاجه نمبر 1 ان انا بيجيلي ايه؟ بيجيلي الفريكونسي تشانل نمبر والتي دي ام اي فريم نمبر. طيب هو هعرف ازاي؟ هل في حاجه بتجيلي؟ لا، هو بتعمل ايه؟ انت بتفتح الموبايل، ادي الموبايل بقى باور اون، انا بيجيلي هنا الجي اس ام باند كله. انت بتعمل ايه؟ بتسكان، بتعمل عمليه تسكان، تسكان كل الباند، تفضل تسكان 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 لغايه اما تلاقي. تسكان يعني ايه؟ يعني بتبدا تسمع لكل الفريكونسي اللي موجودين. اقوى فريكونسي هي دي اللي بتبقى الفريكونسي تشانل بتاعتك، تمام؟ يبقى انت دي مرحله اولى، انت كده خدت الفريكونسي تشانل اللي هي بتاعت التايم سلوت، لكن لسه ناقص لك التايم. طب وانت التايم ده ممكن حد يكون بيتكلم على زيرو،
ممكن واحد يتكلم عن واحد، اتنين هي اللي فاضية، يبقى ده تايم فريم رقم واحد او تايم سلوت رقم اتنين اللي في الفريم ده، تمام؟ يبقى دي معلومة تانية هتتبعت لك. يبقى انت كده ده المكان اللي فاضي في الفريكوانسي باند تايم سلوت كذا، ده اللي هيجي لك عليه انفورميشن. ايه نوع الانفورميشن؟ اللي هي السيل جلوبال ايدنتيتي، اللوكيشن اريا ايدنتيتي، معلومات عن الباور بتاعت السيل، او الباور اللي ريسيفد من السيل دي كام، الباور اللي انت شايفها كموبايل تحت السيل دي كام، والباور يبقى باور اوف سيل، و4 باور اوف نيبر. يعني ايه باور اوف نيبرز؟ تمام، يعني احنا لو خدنا الاريا، شايفين الاريا دي، وكبرناها شويه، فلما نكبرها هيبقى عندي ده سيل او سايت رقم واحد او سيل رقم واحد، وهنا في سايت اتنين، خليها بقى سايت، نمشي بكلمة سايت، وسايت رقم تلاتة. وحضرتك واقف في النص ما بينهم مثلا، او واقف ناحية سيل سايت واحد، وكل دول موجودين في لوكيشن اريا واحد. معلومه السيل جلوبال ايدنتيتي في الحاله بتاعتك دي هتبقى سايت واحد، معلومه اللوكيشن اريا بتاعتك هتبقى لوكيشن اريا واحد. الباور بتاعك مثلا انت شايف السايت ده واصل لك مثلا ب 100 وات مثلا، هنتكلم دلوقتي بالوات يعني، وشايف السايت، ما خد بالك انت بما انك واقف هنا، انت شايف باور من السايت ده، انت دي اللي بتتكلم معاها، ولكن انت بتقيس الموبايل فيه كابابيليتي ان هو يقيس كل السايتس اللي ظاهره حواليه، بيقيس كباور، ولكن مش بيكونتاكت معاهم، هو بيقيس الباور بتاعته، لان هم اصلا موجودين وعاملين يعملوا ترانسميشن، مش عندهم انتنه وعاملين يبعتوا ترانسميشن، فهو بيقدر يقيس الباور بتاع سايت اتنين، وبيقدر يقيس الباور بتاع سايت تلاته. وبما ان الباور بتاع سايت واحد ده هو اقوى باور، تمام، فهو هو ده اللي بيخدمه، تمام. طب ليه معلومه ان هو بيقيس الباور بتاعه النيبرز؟ يعني ليه الموبايل يقيس اكتر من باور، ما يقيس الباور بتاعه الحاجه؟ لان هو اصلا بيتحرك. فمثلا لو هو في السيتويشن دلوقتي ان السايت رقم واحد باور، خلينا نكتبها كده، الباور بتاع سايت واحد هنا هو اكبر من الباور بتاع سايت اتنين، واكبر من الباور بتاع سايت تلاتة، صح؟ منطقي، لان هو اقرب لسايت واحد، فبالتالي ان الشانل الباور لما بيطلع بيمشي مسافة اقل، فهيوصل لك اقوى من الباور بتاع سايت اتنين او تلاتة، تمام؟ دي معناها ايه؟ اعتبر ان انت في ثلاثة بينادوا عليك بنفس التون بتاع الصوت، وانت اقرب لواحد فيهم فهتسمعه احسن من التانيين، تمام؟ فانت هتقدر تتكلم معاه. طب افرض انت دلوقتي اتحركت من هنا، جيت هنا، ايه اللي هيحصل؟ مفروض ان انت تسيب السايد ده وتروح للسايد ده. طب انت تعرف منين ان ده بقى باور بتاعته عالية؟ عشان انت بتقيسه، هو ده السبب ان احنا بنقيس الباور بتاع النيبر. ايه السبب؟ عشان لما اتحرك من مكان لمكان بغير مكان السيل. هتقول لي وانت بتعمل مكالمه ولا من غير مكالمه؟ سواء كده او سواء كده، لان انت ممكن تكون بتتحرك والموبايل في جيبك. يبقى معنى كده ان انت وانت بتتحرك والموبايل في جيبك هو بيغير من سيل لسيل؟ بيغير من سيل لسيل، وانت راكب العربيه والموبايل موجود ايدل، بيسموه الايدل مود، بيتغير. يبقى هنا هيبقى عندي نوعين من انواع التغيرات. ايه اول نوع؟ اول نوع هو بيسموه السيل سيلكشن، اول سيل انت بتختارها لما بتفتح الموبايل ده اسمه السيل سيلكشن. كل ده انا ما بعملش مكالمه لسه، لسه بفتح. اول عمليه بعملها هي السيل سيلكشن. تاني عمليه بعملها لو اتحركت من مكان لمكان وانا ما بعملش مكالمه وغيرت السيل ديو تو ان الباور بتاع سايت واحد بقى اقل من الباور بتاع سايت اتنين، هنا بعمل عمليه سيل
ريسلكشن، يبقى بعمل اعاده اختيار للسيل بتاعتي. وهنا في السيتويشن ده باور رقم 3 هيبقى اكبر من باور رقم 1، عشان كده انا عملت سيل ريسلكشن. تمام. طيب يبقى انا هنا، طب احنا قعدنا نشرح ليه الكلام ده كله، ليه قعدنا نشرح فريكوانسي شانل لازم، وبعد كده باخد تايم، وبعد كده باخد انفورميشن. هم دول الثلاثه شانلز بتوعنا بتوع البرودكاست. اول كاتيجوري كان اسمه برودكاست، يبقى انا بشرح لكم بالترتيب، مش بشرح لكم ان في شانل اسمها كذا، لا انا بشرحه بالمنطق. لما بفتح موبايلي بشوف ثلاث انواع من الشانل بترتيب معين. فدلوقتي لما نيجي نقرا التشانلز دول هنقراهم بالسيكونس اللي اتكلمنا عليه. اول حاجه اسمها فريكوانسي كوركشن تشانل، ودي عشان اعرف الفريكوانسي بتاعتي. تاني واحده اسمها سينكرونايزيشن تشانل، ودي بعرف منها تي دي ام اي فريم نمبر. وتالت واحده اسمها برودكاست كنترول تشانل، ودي اعرف منها الانفورميشن. كلهم تحت كاتيجوري اسمه برودكاست. ليه برودكاست؟ لانه كلهم داون لينك، كله من السايت للموبايل، الموبايل مش بيرد لغايه دلوقتي، هو قاعد بيسمع ما ردش لسه. ماشي. فيبقى التلات انواع هم كلهم داون لينك اونلي، داون لينك اونلي، التلاته من السايت تو الموبايلز، يبقى معناها وان تو ماني، يعني السايت الواحد لو في 10 موبايلات فتحوا تحتيه بيبعت لهم الانفورميشن دي، يبقى ده وان تو ماني، يبقى النوع بتاعها وان تو ماني. تمام. طيب خلينا نقرا الوصف بتاعهم، يبقى احنا كده فهمناه وعرفنا شكلهم، نقرا بقى الوصف بتاع كل واحده اهم. فريكوانسي كوركشن تشانل الاختصار بتاعها FCCH. السي اتش دايما معناها تشانل، السي اتش معناها تشانل، السي كنترول الاف فريكوانسي، او سوري كوركشن، ودي فريكوانسي. فهو ده بيور سيجنالينج از ترانسميتد تو هيلب ذا موبايل ستيشن تو لوك اون ذا فريكوانسي، اهو انا هعرف الاف اوف ذا بي تي اس اند سينكرونايز تو اتس فريكوانسي، وهي ده لينك تشانل. تمام. يبقى انا عرفت الاف دي سينكرونايزيشن تشانل كاريز ذا تي دي ام اي فريم نمبر، زي ما قلنا الفريم نمبر اللي انا استقبله، انا عرفت الفريكوانسي بس هو في كذا فريم، انا في اني تي دي ام اي فريم نمبر. ومعلومة تانية اسمها الـ Base Station Identification Code of the Cell. يعني ايه؟ يعني معناها ان انا لو عندي سيل بتتعرف، اي سيل، اي سيل في الـ 2G بتتعرف بحاجة اسمها الـ Frequency بتاعها والـ Basic بتاعها. ايه الـ Basic ده؟ يعني هو بيبقى رقم كده مكون من 2 digit 07 مثلا، او 06 او 17. المهم يعني ان هو اول digit بيبقى من 0 ل 7 وتاني digit من 0 ل 7. فدي معلومة بتتبعت برضو على السينك تشانل. طب حد يقول لي ليه ممكن اعرف كل سيل ببيزك مختلف؟ ده عشان لو في تو سيلز ليهم نفس الفريكوانسي اقدر اعرف ان السيل دي اللي ليها بيزك 07، يعني مثلا خلينا نقول ان انا عندي سيل عليها فريكوانسي يساوي 50، وبالغلط واحد حاطط سيل تانية جنبها عندها فريكوانسي 50، هما الاثنين، هو غلط طبعا بس بنقول ان ده الوضع، وانت واقف هنا فيجي لك اف 50 وهيجي لك اف 50، بس هتفرق ما بينهم ازاي؟ هتلاقي ان البيزك بتاع ده مثلا 6 0 والبيزك بتاع ده 0 7، فتعرف تفرق انهي السيجنال وانهي الانترفيرنس. ماشي. فده كده البيزك. طيب وقلنا ثالث معلومه هو لوكيشن اريا ايدنتيتي، يعني اللوكيشن اريا اللي السيل بتاعتي، مش انا عرفت خلاص ان انا تحت سيل اللي هي البي تي اس دي، بي تي اس دي موجوده جوه اللوكيشن اريا، اللوكيشن اريا ايدنتيتي كام؟ تمام. و سيل بارامتر زي اليوزد باور، الباور بتاعتي، الايدل مود بارامتر، معناها البارامتر اللي موجوده في الايدل مود. ايدل مود ده هو معناه ان انت ما بتعملش مكالمه، هتلاقي ان احنا بنتكلم دايما عندنا تو مود، ايدل مود، وده لما الموبايل بتاعك ساكت كده هو ايدل. تمام. وفي كونكتد مود لما بتيجي تعمل مكالمه. فاحنا لسه بنقول يا هادي لسه بنفتح الموبايل، فاحنا اكيد في الايدل مود.
وليست اوف بي سي سي اتش تشانلز او كارير او فريكوانسي او فريكوانسي كلهم نفس الحاجه اوف ذا نيبر سيلز تمام، وبيسموها البي اي ليست اللي هي ايه النيبرز اللي حواليك بقى تمام. يبقى ليست اوف بي سي سي اتش، البي سي سي اتش معناها البي سي سي اتش دي اللي تشانل بتاعت السيل بتاعتك، بس في بالنيبرز، وقلنا ان هو لازم يقيس النيبرز. ليه بيقيس النيبرز؟ عشان خاطر لو انت اتحركت ناحيه نيبر من دول هتعمل عمليه سيل ريسلكشن من السيل بتاعتك للسيل بتاعت النيبر بتاعك. طيب كتايم لاين احنا بنرتبهم ازاي؟ ترتيبهم مين قبل ايه؟ فاكرين جواز السفر قلنا ان في شويه انفورميشن، والانفورميشن لازم نعرف هي منك للسفاره ولا من السفاره ليك، ونوع الانفورميشن دي وترتيبها ايه؟ ايه رقم واحد في الملف بتاعك يتحط، وبعد كده اثنين، وبعد كده ثلاثه. فلو هنا لو جينا نرتب الجزء ده هيترتب ازاي؟ ادي النتورك سايت، ده الموبايل سايت، ودي النتورك سايت اللي هي البي تي اس. يعني ايه اللي بيحصل؟ تقوم بعتارك كده شانل اف سي سي اتش اللي هي ايه؟ فريكونسي كوركشن شانل، ما تنساش. تاني واحد اس سي سي اتش سينكرونايزيشن شانل عشان تبعت لك عليها معلومه الايه؟ التي دي ام اي فريم نمبر والبيزك. تالت واحده اللي هي البي سي سي اتش اللي هي بتتبعت لك عليها ايه؟ اللوكيشن اريا ايدنتيتي، اليوزد باور، الايدل مود بارامترز عشان انت في الايدل، وبتبعت لك الليست اوف بي سي سي اتش فريكوانسيز عشان خاطر تعرف تعمل انهي سيرفيس سيلكشن. تمام، حتى الان انت موبايلك حتى الان بيعتبر في مود اسمه الايدل مود، وهنا بتكون عملت عمليه اسمها السيل سيلكشن. تمام، يبقى انت هنا في المود ده فانت عملت عمليه اسمها سيل سيلكشن، وانت كنت في الايدل مود. طيب سوري ثواني، ماشي. انا هنا دلوقتي بقيت في السيل سيلكشن، يعني اخترت سيل، دي معناها اني سيل، يعني انت خلاص انت كامبد، بيسموها ان انت كامب على سيل، يعني انت خلاص بقيت تو كونتاكت تو سيل. طيب يبقى ده اول جزء، والثلاثه دول بيسموا بايه؟ الثلاثه دول مع بعض كده بنسميهم عشان ما ننساش، بنسميهم ها اسم الثلاثة تشانل مع بعض الكاتيجوري بتاعهم اسمه ايه؟ الناس اللي مركزة ثلاثة كاتيجوري، تمام الله ينور، برودكاست حلو جدا. يبقى انا كده اول مرحله من المراحل اللي عندي ان انا بيبقى عندي برودكاست، انا عندي برودكاست شانل خلاص، وبقيت قاعد كده والموبايل جنبك والموبايل ساكت وخلاص، هو دي الحاله اللي بتحصل بينك وبين السايت دلوقتي. ايه اللي بيحصل بقى طول ما انت قاعد؟ هي عماله تبعت لك برودكاست، عماله تبعت لك الباور بتاعتك والباور بتاع الناس اللي حواليك، الباور بتاعتك والباور بتاع الناس اللي حواليك، وانت تتحرك ممكن تغير من هنا في الحاله دي تعمل ايه؟ تعمل سيل ريسلكشن لسيل ثانيه، فانت كل ده انت تعتبر في الايدل مود. ممكن تغير اللوكيشن اريا بتاعك، كل ده انت في الايدل مود. تمام؟ عاوز تعمل حاجه بقى، صح؟ ايه بقى الحاجه اللي ممكن تعملها؟ عاوز تعمل مكالمه. يبقى انت عاوز تعمل فويس كول. سواء انت اللي هتتصل، يبقى بيسموها اوريجينيتنج كول، او هتستقبل مكالمه حد هيتصل بيك بيسموها terminating كول. طيب عشان انت تأوريجينيت او تترمينيت يبقى انت محتاج تعمل تحجز ريسورسز، صح؟ محتاج تايم سلوت. طب حلو قوي، الله، يعني الناس دي ما كانوش بيستخدموا تايم سلوت؟ لا، كانوا بيبعتوا لك على تايم سلوت، صح؟ بس انت مش حاجزها. ليه؟
مش انت اللي بتبعت، السايت هو اللي بيبعت لك، هو بياخد تايم سلوت يبعت عليه وبيسيبه، فعشان كده دي مش ديديكيتد، هي برودكاست بيبعتها ويسيب التايم سلوت تاني، فهو مش ماسك التايم سلوت، مش واخد التايم سلوت. تمام. طيب انت لا عاوز تعمل فويس كول، فقلنا الفويس كول عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجتين، سيجنال، سيجنالينج او كنترول بلس ترافيك. فاكرين السفر عبارة عن ايه؟ ان انت بتسافر وانت بتحضر ورقة او في تحضيرات قبلي. طب ايه التحضيرات بتاعت الترافيك لو انت عاوز تعمل فويس كول او لو عاوز تستقبل فويس كول؟ ايه التحضيرات اللي مفروض تتحضر لو انت عاوز تعمل فويس كول او تستقبل فويس كول؟ اول حاجة ان انت تستأذن، عاوز تعمل فويس كول دلوقتي، انا عاوز استأذن، هل في مكان اتكلم عليه ولا لا؟ يعني هل في تايم سلوت فيزيكال تشانل اتكلم عليها ولا لا؟ المعلومة دي هتعرفها ازاي وليه تعرفها؟ لان انت لسه مش حاجز اي حاجة. افرض ان النتورك كونجستد، كونجستد يعني مزدحمة، انت تعرف ازاي؟ فانت بتسأل، فاول اول بقى تحرك منك بتقوم باعت كده حاجة اسمها راتشت شانل. راتشت شانل اللي هي راندم اكسس شانل. يعني ايه راتشت شانل؟ راندم اكسس شانل. تبعت للنتورك كده تقول لها يا نتورك هل في مكان عشان اعمل اي سيرفيس عندي ولا لا؟ ايه السيرفيس؟ اي سيرفيس، اي سيرفيس، اي تحرك منك عشان تعمل اي حاجه فلازم تبعت راتش. ايه التحركات اللي ممكن تبقى منك؟ ايه نوع السيرفيس اللي انت، ان انت تعمل سيري سيلكشن ده تحرك، ان انت تعمل لوكيشن تغير اللوكيشن بتاعك ده تحرك، ان انت تستقبل مكالمه ده ريزن، ان انت تعمل مكالمه ده انذر ريزن، ان انت تبعت اس ام اس ده ريزن. اي نوع من انواع اي حاجه عايز تعملها لازم تستأذن ان انت هل في تايم سلوت للسيجنالينج وبعد كده للترافيك. تمام. يبقى انت لازم تلاقي مكان فيزيكال تشانل عشان تقول نوع الريكوست بتاعك، مكالمه ايه نوع المكالمه وترافيك. يبقى انت بتدور على دي، احنا بندور دلوقتي على التايم سلوت. فانت هنا بتعمل ايه؟ بتاسك فور سيجنالينج، واحنا محددين اهو سيجنالينج لازم في الاول سيجنالينج تايم سلوت. طيب انا عاوز حد بقى من، مش عارف في ناس بتطلع وتدخل كتير قوي فانا مش مركز قوي، بس يعني ايه عاوزين حد من اللي حاضر من الناس يرد عليا يقول لي ايه موقف النتورك لما بيجي لها ريكوست هترد بايه؟ تفتكروا ايه انواع الردود اللي ممكن ترد النتورك على الريكوست اللي جاي لها على الراندوم اكسس شانل ده؟ ايه نوع الرد؟ يعني الرد ده هيبقى نوعه ايه؟ حلو. الرد يعني ايه؟ يعني هو بيبقى الرد يا اما حاجه من الاثنين، يا يعني اما عندي ريسورس او ما عنديش ريسورس. بكل بساطه عندي ريسورس، عندي ده او لا، صح؟ يبقى هنا بيبقى فيه ريسبون. ايه الريسبونس ده؟ ان هو بالظبط اكنه اكنولج، انا عندي رد او ما عنديش، عندي مكان او ما عنديش. تمام. فهنا في الرد يا يس او نو. يس او نو ايه؟ على السيجنالينج تايم سلوت. تمام. على السيجنالينج تايم سلوت. فخلينا نقول لو يس، يبقى لو يس هيقول له خلاص انت عندك دلوقتي سيجنالينج تايم سلوت موجوده على فريكوانسي رقم كذا، تايم سلوت رقم كذا في الفريكوانسي دي، روح لفريكوانسي رقم مثلا 50 عند تايم سلوت رقم 3، هي دي اللي تقدر تسأل عليها. تمام. طيب يبقى ده بيسموها ايه؟ اللي تشانل، يعني هو اللي تشانل دي اسمها راتش تشانل، دي بيسموها اكسس جرانت تشانل. وانتوا هتحفظوا الكلام ده؟ اه هنحفظه بس بعد ما نفهمه. اكسس جرانت تشانل، فدي معناها ايه؟ ان دي بتجرانتي
ان يو كان اكسس ذا سيجنالينج تايم سلوت تو دو يور ريكويست اون ماي نتورك. يعني انا موافقه وبدليل ان انا كده قلت لك خلاص انت ايه مش ممنوع من السفر. ماشي؟ انت مش ممنوع من السفر. فهل ده معناه ان انت من حقك تسافر؟ اه لو لقيت طيران. في فرق ما بين ان انت ممنوع من السفر وفي فرق ما بين ان انت خلاص سافرت، صح؟ ان انت ممنوع من السفر، لا انت مش ممنوع، انت مسموح لك تسافر، تمام، على مطار القاهرة الدولي خلاص، وديتك المكان كمان اللي هتسافر منه، ولكن سفرك نفسه لازم تحجز تذكرة ولازم يبقى فيه طيران ولازم تسافر، ده كده سفرك نفسه. فاحنا هنا بنسأل على اول جزء اللي هو السيجنالينج. ده السيجنالينج. يبقى access granted channel yes or no. ممكن يقول لك no مفيش resources. no دي بتيجي في form او شكل ايه؟ network busy. مثلا network busy لما تحاول تعمل مكالمة ويجي لك network busy one of the reasons is that network is congested فyou can't access our network. you can't access my network so please مثلا try again. تلاقي فيلير، نتورك فيلير. يعني ليها مسميات كتيرة يعني. تمام؟ طيب يبقى أنت كده لو هتعمل مكالمة، لو هتعمل مكالمة هتعمل إيه؟ هتروح تسأل الريزن أي سيرفيس، يبقى هنا أني سيرفيس. لازم تطلع براتش تسأل الريزنز إيه؟ فأنت راتش أنا عاوز أعمل مكالمة، عاوز أستقبل مكالمة، عاوز whatever. طيب انت بتاع لو حد بيتصل بيك، انت هنا كنا بنتكلم على originating. طب لو terminating، لو حد بيتصل بيك ايه اللي بيحصل؟ ده خلاص انت قاعد هادي في امان الله والموبايل بتاعك اهو في الايدي المود وساكت وفي مكالمه جايه لك. المكالمه دي جايه لك، فهتجي لك ازاي المكالمه؟ حد هيتصل بيك، اللي هيتصل ده هيعمل ايه؟ هيقوم طالع مدور عليك في ال VLR، فاكرين ال MSC VLR؟ ال VLR هيقول له ان انت في لوكيشن اريا رقم واحد. هيعمل لك ايه بقى؟ السايت هيقوم عامل لك عمليه اسمها بيجنج. بيجنج التشانل، يعني انت كده احنا بنناقش الترمينيتنج النتورك دي خلاص. يعني ما تربطوش ان ده ترتيب، لا انا بقول لكم ده نوع من الانواع اللي هو بيجنج التشانل. يعني ممكن ما يكونش فيه ولا دي ولا دي. ماشي؟ بس هنحتاجهم، هنشوف ازاي. انت اتبعت لك حاجه اسمها بيجنج تشانل. ايه البيجنج تشانل؟ البيجنج تشانل دي بت انفورم يو ان في انكومينج كول. دي البيجنج تشانل. حلو قوي. يعني ايه؟ هتعرفني ازاي؟ انت بتقول لي بتبعت لي على اللوكيشن اريا. الله، ده اللوكيشن اريا دي فيها سيل واحد وسيل اثنين وسيل ثلاثة وسيل اربعة وسيل خمسة صح؟ كل ده اسمها لوكيشن اريا وانت واقف هنا. هي هتبعت المسج دي لكل الناس الموجودين في اللوكيشن اريا؟ اه لكل الناس، لكل الناس. طب انا موبايلي انا بس اللي هيرن ليه؟ حد يعرف ليه موبايلي انا الوحيد اللي بيرن لما بيجي لي انكومينج كول؟ ماشي، انا الوحيد اللي موبايلي بيرن. تفتكروا ليه؟ يعني ليه الناس اللي حواليا موبايلاتهم ما بيرنش؟ ليه موبايلي مع انها بتتبعت اكن انت موجود في القاهره كده في العجوزه وفي حد بيتصل بيك؟ المسج بتتبعت من البي تي اس اللي في العجوزه، بتتبعت لكل الناس اللي في الاريا دي. موبايلك الوحيد اللي بيرن ليه؟ بالظبط يوزنج التيمزي او الامزي. هو بيبقى مفروض الامزي، ولو انا within السكيورتي وكده فبستخدم التيمزي بتاع الكاستومر ده بس. التيمزي ده بيبقى بتاع الكاستومر ده. خلاص انت موبايلك ران، ماشي، انت عاوز ترد وتاخد ترافيك تشانل. يعني بعد البيجنج دي بتروح تاخد ترافيك تشانل على طول؟ لا، انت ما عندكش ريسورسز. طب انت عاوز ريسورسز، يبقى هتعمل ايه بعد ما بيجي لك البيجنج؟ تفتكر ايه الخطوه الثانيه بعد البيجنج؟
حد يقول؟ لا أنا بكتب العنوان بس عشان وانتوا بتذاكروا تبقوا عارفين اللي كنا بنشرح ايه. الله ينور عليك، بالظبط الراتش. بعد ما بيكي لك احنا قلنا any service، انت هنا one of these service is to terminate a call to receive a call، فانت محتاج تبعت للنتورك انت عاوز تايم سلوت عشان تسمع. هو في الاخر هي مكالمة، وتذر بقى انت بتعمل مكالمة ولا بتستقبل مكالمة، حاجة من الاتنين، انت في الاخر دي نوع من انواع السيرفيس. فبعد ما بيجي لك بيجينج واحنا هنشوف البروسيدر كله ما تقلقوش، بس انا بس بحاول افتح لك عشان ما تتخضش اما تشوف الترتيب كله، تمام؟ فهنا ايه اللي بيحصل؟ ان انت لو جالك بيجينج تشانل بتروح تسأل على الراتشت تشانل على سيجنالينج تايم سلوت، وهنشوف اسمها ايه السيجنالينج تايم سلوت دي. وبعد كده النتورك ممكن، خد بالك يعني النتورك ممكن تديك اكسس او لا، عشان كده ساعات في حد بيتصل بيك ومش عارف يوصل لك، لان يعني انت ممكن مكالمه تبقى بتحاول توصل لك وانت رحت تاخد راتش عشان ترد ومفيش ريسورسز، فبالتالي هيدي للتاني ممكن يديله غير متاح. يعني اللي بيتصل بيك ده ممكن انت سيجنال زي الفل بس انت مش عارف تاخد ريسورس، مش عارف تاخد دي، مش عارف تاخد سيجنال تايم سلوت، يعني مش عارف تحقق رقم واحد عشان تروح لرقم اتنين، فبالتالي هيديله غير متاح، هيقطع، مش هيقدر يوصل لك في الاخر. مش ديو تو ان انت في حته ما فيهاش كفرج، ديو تو ريسورسز، ما فيش ريسورسز، سيجنالينج ريسورسز. عشان كده في الزحمه في الايفنتات في ناس تحاول تتصل بناس في ايفنت وتكون في الاستاد ولا كده او في حفله او كده، ويحاولوا يتصلوا بيه مرارا وتكرارا ما يعرفوش ليه، عشان خاطر المشكله هنا في resources of signaling resources. فانا عندي signaling resources و traffic resources، السيجنالينج مش عارف اوصل لها، في عمري ما اقدر اوصل للترافيك. وهنشوف انا ممكن اخد سيجنالينج وما اعرفش اوصل للترافيك برضه، يبقى انا ما كملتش، تمام؟ طيب التلاته دول بقى، التلاته تشانل مع بعض اللي هو البيجنج، اولا خلينا نسال كده ايه فيهم الابلينك وايه اللي داون لينك. دي ابلينك، دي داون لينك، خلاص عرفناها، دي داون لينك ودي داون لينك، دي ابلينك، دي داون لينك ودي داون لينك، خلاص باينين اهو. الراتش مجموعه موبايلات بتبعت، يبقى ميني تو 1، تمام؟ يبقى الراتش ميني تو 1. الاكسس جراند تشانل بتتبعت ترد على كلهم، يبقى 1 تو ميني، بترد على كل اللي عمل لهم ريكويست من البدايه. يعني هنا في 10 موبايلات تبع بعتوا للنتورك، النتورك بترد على 10 على البيج، على الاكسس جراند. والبيجنج نفس القصه، بتبيج كل الناس، فهي 1 تو ميني، خلاص. فالثلاثه دول مع بعض كده، خلينا التلاتة دول مع بعض كده بيسموهم ايه؟ بيسموهم الكومن، الكاتيجوري اسمه كومن، اللي هو تاني كاتيجوري، اللي هما ايه؟ التلاتة دول مع بعض. يبقى التلاتة دول مع بعض اسمهم كومن. الأول تلاتة هما اسمهم برودكاست، الدايركشن اديك شايفه، ايه اللي داون لينك وايه اللي اب لينك، ايه اللي 1 تو 1، ايه اللي 1 تو ميني، كلهم موجودين. دول كلهم في الاي دي المود، كلهم في الاي دي المود، يعني لغايه دلوقتي انت حتى ما سمعتش الرينج تون، سواء جات لك بيجينج وما عرفتش تاخد لسه، طول ما انت لسه ما خدتش سيجنالينج تايم سلوت ما فيش رينج تون حصلت، تمام؟ سيجنالينج تايم سلوت والترافيك تايم سلوت هو دي اللي بيكونوا لك المكالمه. يبقى احنا كل ده قاعدين بنتكلم في حاجه ولسه ما حصلش اي رينج تون، تمام؟ طيب قبل ما ندخل على ثالث جزء لازم نقرا ونبقى فاهمين قوي الجزء بتاع الكومن. دي البرودكاست اول جزء اهو، برضو هنراجع عليه تاني. الجدول ده مشهور جدا، لو عملتوا اي سيرش على النت هتلاقوه في كل يعني ايه، الناس بره معظمهم بيستخدموا جدول ده اللي هو عشان يفهموه، هتلاقوه في كل الكتب، هتلاقوه في كل الكورسز، كل التريننجز، ما
موجود بنفس الشكل ده. هنا هتلاقي كلهم بترانسميتوا باي بي تي اس all the time. الموبايل بيسمعهم كل 30 ثانيه، بيسمع الثلاثه دول كل 30 ثانيه وكلهم داون لينك. دي الفانكشن بتاعتهم، الفانكشن بتاعت البي تي اس بتاعت الام اس. دي الاول شانل، ثاني شانل، ثالث شانل. خلاص. طيب احنا اتكلمنا عن اول جزء. ثاني جزء هو الكومن كنترول شانل. اول شانل اسمها البيجنج شانل، وهي used to inform the mobile station of an incoming call or SMS where the mobile station MZ or TMZ will be sent over it. هو داونلينك. خلاص. فدي لما يجي لك مكالمة أو SMS. ثاني جزء random access channel. وراندم دي جاية حتة بقى من الكلية، هرجعه كل أيام الكلية. كان في نوع من أنواع الشانلز أو الميكانيزم اسمها ألوها ميكانيزم. ألوها ميكانيزم ده ميكانيزم بيعتمد على الراندمنس، ان انت بتروح تريكوست ريسورس وبيبقى فيه فرصة الكوليجن، يعني كلكم مفيش ترتيب، هو اللي يلحق ياخد الريسورس. ده نوع من انواع الألوها ميكانيزم. ليه؟ لان انت ما بتكونش عارف هل الشانل دي اتس افيلبل اور نوت، فانت بتراندم اكسس، فانت هتاسك فور. هو دي اللي بنتكلم عليها، دي مهمة جدا، حتة دي مهمة جدا، أو الشانل دي مهمة جدا، اسمها الـ SDCCH. الـ SDCCH دي بقى اللي هي بنسأل عليها، مين نسأل عليها؟ دي هي السيجنالينج تايم سلوت. مش احنا قلنا ان احنا بندور على سيجنالينج ليه بقى؟ to respond to a request, send on messaging channel او initiate a call update او امزي اتاتش او اتاتش، whatever نوع الريزن. كل دول reasons. يبقى انت هنا بتسأل عن تايم سلوت عشان تعمل reason معين. خلاص. لو انت نجحت بتستخدم النتورك اكسس جراند شانل. تستخدم لايه؟ to assign اللي انت سألت عليها دي SDCCH channel for mobile station. تمام. يبقى انا عندي procedures، تاني جزء او تاني category بيسموه ال command control channel، واول جزء اسمه ال broadcast channel. طيب دي برضو مقارنة، بتشيل ال control information ما بين ال mobile station وما بين ال BTS، ومسؤولة عن ال call originating وال paging. وده النوع بتاعها، كل واحدة الفانكشن بتاعتها، دور البي تي اس اي ودور الام اس اي. هنا بتالرت الموبايل انكومينج كول، هنا بتستخدم لريكوست الاكسس، هنا بتستخدم تو انفورم الموبايل اباوت ذا شانل، طبعا هنا سيجنالينج شانل تو يوز، هنا بيترانسميت البيجنج، هنا بيليسن تو البيجنج، هنا بيريسيف ريكوست، هنا بيانسر عن البيجنج شانل، هنا بيassign ال SDCCH دي ال BTS، وهنا بيرسيف السيجنالينج assignment ده. يبقى احنا المهمة اللي جاية ايه؟ نعرف ايه ال SDCCH دي، اللي هي تاني لازم نقعد نفتكر ان دي السيجنالينج تايم سلوت. تمام؟ حلو. يبقى احنا كده ايه؟ عرفنا 6 out of 10، ودي مرحلة متقدمة جدا. ماشي. والسته دول لازم نعرف عليهم ايه؟ ان كلهم ايدل مود، ان ده سيكوينشال دايجرام بتاعهم، ان ام ايه داون لينك وايه اب لينك بيتبعت، وايه الفانكشن بتاعت كل واحده فيهم. تمام. طيب دلوقتي هندخل على الجزء ال اس دي سي سي اتش. تمام. ال اس دي سي سي اتش هنا بيقول لي الـ SDCH، أو المعلومة المهمة هنا إن هي used for a signaling purpose. أوكي. فمثلا من ضمن الحاجات اللي بتستخدم فيها هي الـ call setup، الـ location update، والـ MZ attach و detach. يعني إيه؟ يعني أنا لو عاوز أعمل call setup أو أستقبل مكالمة، أو إن أنا أعمل location update يعني أغير من مكان لمكان، أو إن أنا أفتح الموبايل، دي معناها MZ attach، يعني أنا بأتاتش الـ MZ بتاعي جوه النتورك، أو detach أو بقفل الموبايل فالموبايل بيتشال
من ان هو available يعني في النتورك، تمام؟ وبتستخدم برضو في عملية من العمليات هنا اللي هي ال send receive SMS في ال idle mode. يعني انت لو في ال idle mode وبتبعت SMS او بتستقبل SMS فهي بتستخدم في الغرض ده. يبقى انا معنى كده ان انا لو رجعت بصيت كده على ال time diagram بتاعي اللي انا مش هبوظه لكم، ال time diagram ده، انا كنت هنا اقدر احول الكلمة دي ل كلمة ثانية اسمها ال SDCCH. أنا هنا كنت بدور على SDCH، هنا SDCCH، تمام؟ أمال دي اسمها إيه؟ اسمها TCH Traffic Channel. دي اسمها Traffic Channel اللي اتكلمنا عليها وقلنا إن هي يا إما Half Rate يا إما Full Rate يا إما Enhanced Full Rate. بس ال SDCH اللي أنا بدور عليها دي نوع من أنواع ال Dedicated Control Channel، اللي هي الثالث كاتيجوري من الكاتيجوريز بتوع ال channel، تمام؟ طيب هنا ده الديديكيتد كنترول فيها اربعة channel. اول channel اللي اتكلمنا عليها وهي هي signaling channel اهي، اسمها standalone dedicated. dedicated يعني بتبقى one to one، dedicated يعني one to one، يعني دي تايم سلوت تبقى ما بين ال MS وما بين ال PTS 1 to 1. يعني ما ينفعش حد يبعت معايا معلومات زي البيجنج تتبعت لاكتر من واحد، لا هي 1 to 1 خلاص 1 to 1. يبقى دي تاني نوع من انواع التشانل. طيب او اول نوع في الديديكيتد. ديديكيتد معناها انتوا الاثنين ماسكين بتتكلموا مع بعض بس، ديديكيتد مش كومن يعني مش اكتر من واحد. تاني نوع في الكاتيجوري ده اسمه slow associated control channel. فدي بيقول ان دي دايما بتتبعت in conjunction مع ال traffic channel او ال signaling channel. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك فريم والفريم ده كله traffic channel، ماشي؟ هي على طول بتتبعت مع الترافيك اللي تشانل ده اسمها اس اي سي سي اتش، او لو الفريم ده فيه اس دي سي سي اتش هي تتبعت معاه. هي بتستخدم بايه؟ الداون لينك ميجرمنت ريبورت، ماشي؟ عشان الموبايل يعمل حاجتين، يا اما يغير الباور بتاعه يا اما حاجه ليها علاقه بحاجه اسمها تايم ادفانس هنتكلم عنهم المره الجايه. يبقى دي باور كنترول، دي تايم ادفانس. في تو بروسيدر كده من الاخر وظيفته ايه؟ وظيفته ال اس اي سي سي اتش ان انت ادي الموبايل وادي النتورك وانت بتقرب، فانت قاعد بتزعق كده، فوانت بتقرب انت خلاص بقيت تبقى قريب انا سامعك كويس، فتقول لك قلل او قلل صوتك. طب لو انت بتبعد، انت بتبعد فانت لا علي صوتك انا مش سامعك. فازاي النتورك وانت بتتكلم في التليفون او ماشي حتى عادي كده بتقولك علي صوتك او وطي صوتك؟ في تشانل نوع من انواع السلوتس، الانفورميشن دي بتسمى الباور انفورميشن، ودي ساعتها لما بتتبعت بتبقى مش ستاند الون، فهي مش سيجنالينج، هي سيجنالينج اه بس بتتبعت للموبايل بغرض باور ادجستمنت. يعني هي مسؤوله عن انفورميشن عن الموبايل باور والريسيفد سيجنال سترينث الاس اس دايما. طيب هنشوف بعد كده يعني دي اسمها سيجنال سترينث، الاس اس سيجنال سترينث دي معناها الموبايل شايف الباور اللي جايه من السايت وصلت له بكام، دي معناها سيجنال سترينث. فانت مثلا كل ما بتقرب من النتورك انت خلاص هي بدات تبقى سامعك كويس، فتقول لك قلل الباور. ازاي تقول لك قلل الباور؟ بتبعت لك على التشانلز اللي اسمها سلو اسوشيتد كنترول تشانل دي، تمام؟ فاحنا كده عرفنا نوعين والاثنين ديديكيتد معناها علاقة دايركت ما بين الموبايل وما بين البيز ستيشن. طيب نوع تالت احنا كان عندنا سلو، دلوقتي فاست اسوشيتد كنترول تشانل. دي مسؤولة ايه؟
مسؤولة عن بروسيدر اسمه الهاند اوفر، تمام؟ ودي بتتباعد بحاجة اسمها از ستولن. يعني ايه؟ يعني انت كده يبقى الفريم كله ترافيك، وتلاقي تايم سلوت من الفريم اتسرقت كده واتحط، اتبعتت معلومة عن الفاتش، بيسموها الفاتش اللي هي فاست اسوشيت، يبقى ده نوعها هاند اوفر. زي ما نشوف بعد كده بكرة ان شاء الله ايه هو الهاند اوفر، ويعني ايه تشوف سيل تروح لسيل تانية، وازاي بيحصل البروسيدر ده، مهم جدا لان هو مكرر معانا طول 5G. الهاند اوفر 2G 3G 4G 5G، الهاند اوفر هو ان انا بنقل من سيل لسيل عشان احافظ على السيرفيس بتاعتي. تفاصيله هنتكلم عنها بكره ان شاء الله. يبقى دي ايه الشانل المسؤول عن الهاند اوفر؟ الفاتش. ايه الشانل المسؤول عن الباور والباور كنترول والباور ادجستمنت؟ يبقى هي الايه؟ الساتش. اللي مسؤوله عن السيجنالينج والريزونز والكلام ده؟ الاس دي سي سي اتش. اخر الشانل، ودي في الغالب اوبشنال يعني مش موجوده في معظم النتورك، اسمها سيل برودكاست شانل، ودي بتبقى بوينت تو مالتي بوينت، من السيل لشويه مجموعه سيلز، عشان بتشيل شويه انفورميشن ليها علاقه بالويذر ريبورتس بالاكسيدنتس بالحاجات دي. فانا كنت يعني حصل كيس في مصر ان حصل حريقه على طريق وكده، وكنت بتكلم في ان الناس لازم الاوبريتورز تبدا تفعل الخدمه دي. ليه؟ عشان خاطر زي ما انت بتوصل المطار، صح؟ اول ما بتوصل المطار ليه؟ بيجي لك اس ام اس، اهلا بيك في مطار القاهره الدولي مثلا، ولا اهلا بيك في مطار الجزائر، او اهلا بيك في مطار دبي. بيجي لك المسج دي ازاي؟ عشان انت دخلت نطاق معين مفعل فيه السيل دي، اي ام زي يدخل جوه يستقبل السيل دي. هي زي ما انتم شايفين ده لينك انفورميشن، فهي السايت يبعت لك لو انت دخلت الاريا بتاعت السايت ده. يعني انت لو عملت، لو دخلت السيل وبقيت على السيل دي هتجي لك المسج دي، لو طلعت منها مش هتجي لك. فدي بتبقى بير معلومات عن الترافيك، معلومات عن الكرايسيس مود، معلومات عن لو في ايرثكويك، لو في فيضان، لو في حرائق غابات، في الدول اللي بيستخدموها كده. وفي امريكا برضو مستخدمه في حالات كورونا فيروس، برضو بيبقى بيحصل نفس القصه، ان هو عاملينها للفريق الطبي، يبعتوا لهم انفورميشن، يبعتوا لهم بيسموها الورنينج اليرتس، ان لو في مشكله او في وورنينج اليرتس تتبعت. تمام؟ طيب يبقى دي كده الايه؟ العشرة العشرة تشانلز بتوعي، ثلاثة برودكاست، ثلاثة كومن، أربعة ديديكيتد. الأربعة ديديكيتد نقدر نقسمهم زي ما شفنا كده أربع أنواع: واحد للسيجنالينج، واحدة للهاند أوفر، واحدة للباور، وواحدة للسيل إيفنتس أو بيسموها سيل برودكاست إيفنتس. تمام؟ طيب نخلينا في الأربعة أو الثلاثة المهمين دول. دي داون لينك وأب لينك، دي داون لينك وأب لينك، ودي داون لينك وأب لينك. دي فاست، دي سلو، دي ستاند ألون. دي معلومات عن السيجنالينج انفورميشن، دي معلومات عن الباور كنترول، دي معلومات عن الهاند أوفر، وكل واحدة والوظيفة بتاعتها في الجزء بتاع الموبايل. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا التشانل. عامل لكم بقى كذا ملخص عشان ان شاء الله بعد ما تذاكروا الجزء ده تلاقوا توزيع السيجنالينج او الكنترول تشانل والترافيك تشانل. الكنترول تشانل هنا مفروض انا في غلطه في السلايد دي وما برضاش اصلحها، فانا عاوزكم تبصوا كده وتقولوا لي الغلطه فين، او ممكن تقولوا لي مفيش غلط. يعني بصوا كده، راجعوا كده بعينيكوا دقيقة، خدوا دقيقة 1 minute تقروا كل واحدة الوظيفة بتاعتها ايه، نوعها ايه، موجودة ضمن كاتيجوري ايه، ولو في غلطة قولوا.
حد اكتشف اي حاجة؟ ال CCH. تمام، الله ينور، بالظبط كده، بالظبط. احنا ننقل دي مكان دي، فرود ان الراتش ابلينك والاكسس جراند داونلينك. في غلطة تانية؟ هتلاقوا تحت الابريفيشن بتاع كل واحدة ونوعها، هي داون لينك واب لينك موجوده فوق على الشمال، والكاتيجوري والسب كاتيجوري بتاعتها. فكده المفروض ايه دي لما لكم كل حاجه. فانت وانس ان انت يعني لو عندكم اي سؤال برضو في الجزء ده، ده سمري تاني بيقول لي التشانل يا اما ترافيك يا اما كنترول، لو ترافيك يا اما داتا يا اما فويس، لو كنترول يا اما برودكاست يا اما كومن يا اما ديديكيتد، وكل واحده وكل واحده ابلينك ولا داونلينك. ده نوع تاني عشان برضو يبقى سمري تاني. عن سمري تالت، كل واحده الاس دي سي سي اتش ابلينك ولا داونلينك، ابلينك ولا داونلينك. دي كلها حاجات ابلينك وداونلينك، دي حاجات داونلينك بس او ابلينك بس، وكل واحده البوزيشنز بتاعتها بتعمل ايه. ماشي، فانا كده جبت لكم كل التفاصيل بتاعه التشانلز. السيشن دي مهمه جدا ان انتوا تبقوا فاهمين التشانلز دي بتعمل ايه. انا متاكد ان شاء الله، يعني متاكد بعد ما تذاكروها مره واحده مره واحده هتبقوا فاهمين كل واحده بتعمل ايه، ترتيبها فين، السيكونس بتاعهم ايه. لان وانس ان انت فهمت دي هتقدر تدخل على الكول سيناريو وانت مطمن، مطمن جدا جدا، ما تقلقش ان شاء الله، او ما تقلقيش من القصه دي. طيب السؤال المهم، what will happen when the mobile station switch on. طبعا احنا اتكلمنا عن جزء من الاجزاء، بس خلينا كده نشوف الصوره بشكل اوضح. ده شكل الموبايل originating call، ده شكل الموبايل اوريجينيتنج كول. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه الموبايل راتش بيبعت على الراتش ان هو تشانل ريكويست، وفي اللي تشانل ريكويست دي بيريكويست ايه؟ سيجنالينج تشانل. بعد كده بيجي له ايميديت اساينمنت على الاكسس جراند، بتقول له روح للاس دي سي سي اتش الفلانيه، ياخد بقى يبدا يتكلم على الاس دي سي اتش، يفضل ماشي فيها لغايه مفروض الاخر. بس هتلاقوا هنا ساعات الفاتش، بس دي اوبشنال، يعني ممكن يفضل على الاس دي سي اتش لغايه ما ياخد الترافيك تشانل. لان انا قلت لكم ان المكالمه عباره عن ايه؟ عباره عن اس دي سي سي اتش. خلاص هنتكلم بقى بعد ما فهمنا، مش هنقول بقى سيجنالينج وترافيك. الوان كول تساوي اس دي سي سي اتش بلس TCH. تمام، يبقى الوان كول عباره عن SDCCH و TCH. هو هنا بيبدا يسال، بيجي لي immediate assignment، خلاص عرفت او انبعت هنا ان انا عاوز اعمل موبايل originating كول او موك MOC، يعني موبايل originating كول، عاوز ابعت SMS، عاوز اعمل emergency كول، whatever. بعد كده بيعمل لي تو اوبشنال، مش عاوزين بقى نضيع وقت في التو اوبشنال او التو، هما اوبشنال فيما بعد بس هما مانداتري اول مره. اوثنتيكيشن، فاكرين بقى يتبعت له الراند، يجي له الاس ريس، اكيد انتوا فاكرين التريبل. طب عشان بس اتاكد الناس اللي حاضره ذاكروا، لا هما التريبل كانوا ايه؟ كانوا ثلاث ارقام كده، منهم اتنين اهم، ثالث واحد كان اسمه ايه؟ يعني عندي الراند والاستريس وايه تاني؟ تريبل اللي هم بتوع السايت. تمام، كي سي لاين اب والكي سي. بعد كده يبدا اتصل هنا السيت اب مسج دي، اتصل بالكولد نمبر، احط له 0000 الرقم اللي انا بتصل بيه. ماشي، هو لو عرف يلاقيه الناحيه الثانيه بيقول له ابعت كول بروسيدنج، يعني ريكويست
سيرفيس بوسيبل، معناها افتر سبسكرايبر بروفايل ان في ال ار، ان انا قدرت اشوفه في ال في ال ار موجود في اني لوكيشن اريا ايدنتيتي، وال في ال ار في معلومه اللوكيشن اريا ايدنتيتي. بعد كده ببدا اعمل النتورك تعمل له اساينمنت تي سي اتش الوكيشن، يعني بتحجز له فريكوانسي وتايم سلوت. تمام، يبقى انا هنا محتاج تايم سلوت وفريكوانسي عشان اخد التي سي اتش، وانا كل ده كنت خدت اس دي سي اتش. بعد كده عاوز اخد تي سي اتش، خلاص قال له ان التي سي اتش اللي انت تاخدها على فريكوانسي رقم كذا تايم سلوت رقم كذا، عارف المعلومتين دول. خلاص هيقول له اساينمنت كومبليت، الموبايل يقول له خلاص اساينمنت كومبليت، ويبدا الموبايل الناحيه الثانيه لو هو افيلبل يحصل ايه، رينجنج ات بي سبسكرايب، يعني الموبايل بيحصل له اليرت. تمام، انت بقى لو جيت تعمل ايه، لو الموبايل اكسبت المكالمه معناها ان هو هيجي لك مسج كونكت، دي معناها ان هو الطرف الثاني فتح المكالمه، يبقى معنى ان هو فتح المكالمه، يبقى قبل ما يفتح المكالمه كانت عمال يجي لك اليرت، انت بتسمع جرس. وانس ان هو فتح او داس اون او داس انسر هيجي لك كونكت، فانت موبايلك بيبعت كونكت اكنولج ويبدا يحصل ترانسميشن، فانت بتاخد ترافيك الشانل ساعتها. تمام، فده كده شكل التايم دياجرام، بيسموه اللادر دياجرام، شكل السلم كده. تمام، ليه؟ لان هو بيقول لك ايه اللي بيحصل قبل ايه. فانت اي مسج هتلاقيها كده بادئه شانل ريكويست اميديت اساينمنت شانل مانجمنت سيرفيس ريكويست اوثنتيكيشن ريكويست ريسبوند سايفر مود كوماند سايفر مود كومبليت، وتقعد تمشي هنا التشفير يعني اللي هو السايفرنج يعني. اللي يهمني بقى في النقطة دي ان انت لو فهمت ده اما اوريك الشكل ده تبقى فاهمه برضو. الشكل ده ايه؟ ايه الفرق ما بين الشكل التاني والشكل ده؟ الفرق ان انا جبت لك فيما بعد البي اس اس، دخلت لك الام اس سي في الصورة والفي ال ار، ودخلت لك كمان لو انت بتتصل بخط ارضي اللي هو بيسموه البي اس تي ان خط ارضي. ايه اللي هيفرق هنا؟ انا مش عاوزك ايه يعني ايه، مش عاوز نبقى حافظين مثلا الشكل وخلاص، ما ممكن يغير لي يقول لي في الانترفيو لا هو ما بيتصلش بموبايل بيتصل بخط ارضي، ايه اللي هيحصل؟ تيجي تقول لي التشانل ريكويست اهو بيحصل دايلنج، ايميديت اساينمنت بتحصل، التشانل ريكويست سي ام اي تشانل ريكويست بتروح، لما بتروح بتوصل للام اس سي هنا. ليه؟ لازم تروح للام اس سي لان هو السويتشنج سنتر، فانا لازم اروح للام اس سي واعمل اوثنتيكيشن مع البي ال ار او مع الام اس سي والسايفرنج. الخطوتين دول اهم، في خطوتين اوثنتيكيشن بروسيدر، دول مفروض ان هم بعد كده يبقوا اوبشنال، مش دايما، مش كل النتورك بتخليني كل ما اجي اعمل مكالمه اعمل اوثنتيكيشن، انا بعمل لك اوثنتيكيشن اول مره وسايفرنج اول مره. تمام، بعد كده ببعت السيت اب او سيندنج نمبر، ببعت السيت اب، السيت اب المره دي هيكتشف في خطوه الفي ال ار ان الراجل بيتصل بتليفون ارضي، فالفي ال ار يقول لي للام اس سي اعملي ايه، هيقول لي للام اس سي ابداي اتكلمي مع الخط الارضي مع البي اس تي ان. تمام، يبقى هنا انا هبدا اكلم البي اس تي ان، لا اول مره ما افتح الموبايل، اول مره افتح الموبايل. تمام، يعني ايه؟ يعني نفرض كده كده اول مره ما افتح استخدم السيل، ده هيحصل. افرض ان انا استخدمت السيل اول مره وقفلت الموبايل، لو انا قعدت قافل الموبايل فتره طويله ممكن ابدا احتاج ان انا اعمل اوثنتيكيشن مره، وممكن نتورك يخلوني اعمل اوثنتيكيشن كل مره، يبقى ده بيزد على الايه، على النتورك نفسها. بس هي اول مره احط السيم اول مره احط افتح الموبايل اول مره اشيل السيم واحطها في موبايل جديد كل ده اول مره لازم اعمل اوثنتيكيشن. فكرة بقى تاني مرة سيب قفلت الموبايل فترة طويلة ورجعت افتحه تاني، دي بقى بيزد على النتورك نفسها. تمام، طيب هنا يبدأ هنا بقى initiation او حاجة اسمها IAM message initial address message و acknowledge message. انا ليه جايب لكم الصورة دي؟ عشان نبقى فاهم ان ما بين ال MCs وبعض لغة الحوار بتبقى بحاجة اسمها الـ I am acknowledge message او ISAP، بيسموها الـ ISAP message. مش مهم يعني تعرفوها قوي، بس يعني ايه، هتلاقوا دايما الـ MEC مع الـ BCN اهو بدأت تقول له I am message، يعني انا رقم كذا
فهو هيرن التليفون، لو هو فتح هتبدا تبعت له اكنولج مسج. وانس ان انت بعت اكنولج مسج هيجي لك اليرتنج، وبعد كده كونكتد اكنولج. الغرض من الصوره دي ايه؟ الغرض ان يفهمك ان الشكل ده ثابت سواء انت بتتصل، الجزء ده بيسموه الاير انترفيس، هو ثابت سواء انت بتتصل بموبايل او ان انت بتتصل بخط ارضي. اللي هيفرق كله هو الاجزاء اللي في الكور مش اللي في الراديو. الجزء ده هو اسمه الار اف او الاير انترفيس، ما بيتغيرش، ده البروسيدرز. اللي بيحصل ان الجزء اللي في الكور ممكن بدل ما انا ببعت لام اس سي تاني يبقى الشكل مختلف، ممكن ابعت لام اس سي. طب افرض الراجل لو موجود في نفس السايت مش محتاج ان هو يطلع بره، هيبدا الكوميونيكيشن هيبقى ما بين سايت وسايت، يعني الجزء ده هو اللي هيتغير. ففي الموبايل اوريجينيتنج كول الجزء اللي انا وريته لكم اول مره ده ثابت اهو، الكول بروسيدنج موجوده، السيستم موجوده، الالرتنج موجود، كونكت موجود، كونكت تكنولوجي موجود، امتى بيحصل الالرتنج، امتى بيحصل باس استابليش، بعد كده باخد الترافيك تشانل. تمام. طيب ده كده تبقوا اقروا الكلام ده، هما ال 11 ستيب اللي موجوده، وانا قاصد يعني ان انا اجيبها للبي سي ان او البابليك سويتشنج تيرستريال نتورك او الخط الارضي، عشان تبقوا عارفين ان الكلام في الار اف هو ثابت ولكن الكور هو الدنيا فيه بتتغير. طيب دي الموبايل ترمينيتنج كول، اقروا كده الموبايل ترمينيتنج كول وقولوا لي ايه الفرق ما بينها وما بين الموبايل اوريجينيتنج كول، ايه الفرق؟ في كام فرق؟ ثلاث فروقات. ايه هم بقى؟ في ثلاثة differences ما بين ال terminating وال originating. ال PCH تمام، دي أول فرق فعلا ال PCH. إيه تاني فرق بقى؟ ماشي ده أول فرق. إيه تاني فرق؟ في ثلاث فروقات هنا. طيب كل حاجة identical زي بعض. هديكوا كمان نص دقيقة وأقول لكم بقى الفرقين التانيين. It gets message direction of fetch alerting connect perfect alerting connect متغيرين، ده تاني فرق فعلا، او التلات مسجات دول مختلفين، ده تاني فرق. نايس فرق كده. ايه هو؟ هو تلاقوا نفس البروسيدر طالع، طلب بيجينج ريكويست، راح على راتشس، طلب اسايمنت، جاله اس دي سي سي اتش، عمل اوثنتيكيشن ريكويست، عمل اوثنتيكيشن ريسبوند، سايفرنج مود وسايفرنج مود كومبليت، والسيت اب مسج جات له منين؟ من النتورك. السيت اب مسج سوري جات له من النتورك المره دي، من الكولينج نمبر صح. المره اللي فاتت لو بصينا على المره اللي فاتت كانت السيت اب مسج جايه منين؟ من هنا. الانيشيشن كان جاي من الموبايل اوريجينيتنج، هنا السيت اب مسج جايه منين؟ من النتورك، او جايه من الناحيه الثانيه لانها جايه من اللي كان بيتصل بيك. فالثلاث فروقات او نقدر ازاي نديستنجويش بين الموبايل اوريجينيتنج او الترمينيتنج، اول حاجه البيجنج مسج، ثاني حاجه السيت اب وكول كونفيرم، هيبقى اسمها سيت اب وكول كونفيرم. هنا كان السيت اب و كول بروسيدنج تمام، وثالث جزء هو الالرتنج كونكت والكونكت اكنولوج الدايركشن بتاعهم هيختلف. طبعا ليه بنعمل المقارنات دي؟
عشان خاطر وانت بتعمل درايف تيست او بتعمل اناليسيز لللوك فايلز او للفايلز اللي موجوده عندك، لازم هتشوف ان في مسج ما وصلتش. لو انت مش عارف المسج دي ايه وترتيبها والدايركشن بتاعها ايه، مش هتعرف تعمل اناليسيز كويس. فانت لازم تبقى فاهم الكونسبت بتاع الترافيك بالظبط. طيب برضو جبت لكم مسج وجبتها من اند تو اند بروسيدر، تمام؟ وقاصد عشان يبقى نفس القصه، البي اس تي ان هو اللي يبقى شغال هنا، هو اللي بيتصل بيك، فهتلاقي ان ده كلها جايه اي ام مسج، والاي ام مسج دي جايه من الحته بتاعت البي اس تي ان. بعد كده بنبدا البيجنج ريكوست، وبعد البيجنج ريكوست نبدا البروسيدرز الطبيعي بتاعنا لغايه ما نوصل للكونكت والكونكت اكنولج، تمام؟ يبقى ده كده ايه النوعين بتوعنا، سواء كل بروسيدنج سواء اوريجينيتنج او تيرمينيتنج. طيب في رقم مهم جدا اخر حاجه النهارده هنتكلم عنه، اسمه بصوا اللي هو ده MSRN، اللي هو اختصاره موبايل ستيشن رومنج نمبر. الموبايل ستيشن رومنج نمبر ده مهم في ايه؟ مهم جدا عشان يحصل عملية توكينج او كلام ما بين ال MSC الجيت واي مع ال فيستور MSC او ال MSC الاساسي بتاعي مع الجيت واي، او البي اس تي ان تقدر تكلم الموبايل، ماشي؟ او MSC تقدر تكلم انذر MSC. في رقم اسمه روتينج نمبر، بمعنى صح ايه هو الروتينج نمبر؟ خلينا نقرا كده وبعد كده نشرحه. الروتينج نمبر هو المسؤول عن اسم موبايل سبسكرايب رومينج نمبر او موبايل ستيشن رومينج نمبر، ماشي؟ هو تمبرري تليفون نمبر اسايند للموبايل عشان يقدر يروم ان انذر اريا. يعني انا لو عاوز دلوقتي اروم يعني ايه؟ يعني انا كنت موجود هنا عند ال MSC A ورايح ل MSC B، فانا بيسموني ان انا كنت مثلا في كايرو ورايح اليكس. لما ابقى في اليكس حاليا انا بروم، فانا لازم في انفورميشن، فال MSC يقدر يكلم ال MSC عن طريق ال MSRN. يعني الرقم ده من الاخر ال MSC بتاخده عشان تقدر تتعامل مع الكاستمر اللي كان هنا ده، تمام؟ يعني انا لو عاوز موبايل ده بيتصل بموبايل ده، ماشي؟ الموبايل ده ما يعرفش اي حاجه عن الموبايل ده لان هو مش في الام اس سي بتاعه. فالام اس سي ايه يقول للام اس سي بي اديني روتينج نمبر، اديني الطريق عشان اقدر اوصل للراجل اللي عندك ده، لان هو مش تحت التاثير بتاعي. فهو needed by home network to forward incoming call for the mobile station to the network it visits. تمام؟ يبقى بيقدر ان هو يساعد ال MSC عشان تقدر توصل المكالمة للموبايل اللي هو بيفيزيت فيها، تمام؟ هو لو في واحد بيتصل بيا وانا دلوقتي في اليابان، ازاي هتقدر توصل لي؟ عن طريق MSRN. ال MSC موجودة في اليابان بالام اس سي اللي موجوده في مصر مثلا، هو بيتصل من مصر وانا كنت بروم هنا، يعني انا موجود في مكان تاني، تمام؟ بيسموني هنا الفيزيتور وهناك اسمها الهوم نتورك. طيب خلينا نشوف الموضوع برضو بشكل فيجوالي اكتر منه كلام. اهو مثلا هنا اللي بيحصل، الام اس تي ان البي اس تي ان بتتصل برقم التليفون الام اس اي اس دي ان، ويا ريت تكونوا فاكرين الام اس اي اس دي ان، بيروح للجيت واي، الجيت واي يروح للاتش ال ار بتاعي، يسال الفي ال ار، يقول له انا بريكوست روتنج انفورميشن، لان انا بي اس تي ان وانت ام اس سي، احنا مختلفين، فانا محتاج روتنج عشان اقدر اخد الرقم ده واوصل لك، اكنه عنوان، اكني واحد بيتصل ب سفارة اليابان مثلا يقول لها عاوز المكان اللي ساكن فيه محمد اللي هو ساب البلد عندي وراح عندك مثلا، فتقول له المكان في سيتي كذا تاون كذا بيرفكتشر كذا، اقدر اوصل له الكول واعمل له بيجينج في المكان اللي هو التاني ده. خلاص بقى بتبقى مسؤولية اليابان ان هي توصل لي المكالمة، تمام؟ بس انا لازم اخد المعلومات الاساسية عشان اطلب منهم توصلوا لاني عنوان، تمام؟ ده كده بالايه؟ بالبلدي.
يعني ايه ده كده ايه الشغل بالبلدي. طيب قبل ما نوصل احنا استفدنا ايه، خليني بقى اشير معاكم حاجه very interesting. ده من موتورولا او نوكيا، نوكيا عامله حاجه زي فلاش كده بيوضح لك لو موبايل، دي من اهم انواع الحاجه اللي لو فهمت ده فهمت كل سيناريو وفهمت التشانل وفهمت كل حاجه. بيقول لك لو موبايل ده ماشي بام اس اي اس دي ان المعين ده، راح عاوز يكلم موبايل تاني في ام اس اي اس دي ان تاني موجود تحت ام اس سي تاني تحت لوكيشن اريا رقم كذا، وده لوكيشن اريا رقم كذا، كل حاجه موجوده، كل الانفورميشن موجوده هنا، لي في ال ار ده، لي في ال ار وده اتش من الاتش ال ار، كل الانفورميشن بتاعت السايت، يعني موبايل بيكلم موبايل. فالبروسيدر بيمشي ازاي؟ هيمشي كده، اول حاجه سبسكرايبر ايه، انتوا شايفين الاول الفلاش عشان ما بقاش بشرح في الهواء، شايفين الفلاش زي الفل. طيب الموبايل بيبدا، هتلاقوا ان الخطوط دلوقتي اسمها سيجنالينج شانل، ليه؟ لانها دوتد، لان انا لسه ما عملتش مكالمه. خلي بالكم من الحاجات البسيطه دي عشان هي مهمه. فاول جزء السيجنال كونكشن از استابليشد، اول جزء السيجنال كونكشن از استابليشد. بعد كده ال ام اس سي 1 will receive the dialed number وبيعمل pre analysis in order to find out the type of the call. هو فجأة دخل هنا لقى ان الريزلتس بتاعته الرقم اللي انا اتصلت بيه ده مش موجود في الفي ال ار بتاعي. فالريزلتس اوف ديجيت اناليسيز بيقول ان الانفورميشن شوز ذا انفورميشن اباوت ذا دايلد ام اس اي اس دي ام بي can be found from HLR. يعني معناها ان الراجل ده مش موجود في ال VLR بتاعي. So how can I find this number؟ هروح اسال HLR. طيب هيروح ياخد المسج ويقول له انا عاوز routing information عشان اقدر اروح للراجل ده. فهم هيعمل ايه؟ هيفتح ال HLR. ايه اللي موجود في ال HLR هنا؟ ايه اللي موجود؟ موجود ان الراجل اللي الام اس اي دي ام بتاعته ده اهو اللي هو ده، معلومه الفي ال ار ادرس بتبقى موجوده في الاتش ال ار، موجود في في ال ار ادرس ان اي 0 اس بي 7 دي 0 اللي هو ده 7 دي 0 3 5 5 باي اس دي ان ده صح. يبقى اما لما رحت على الاتش ال ار عرفت الراجل في اني ام سي ازاي؟ عن طريق الاتش ال ار. فبروح للاتش ال ار، كل ده سيجنالينج تمام. فبروح اسال الاتش ال ار دلوقتي ان طبعا دي اتقلبت ترافيك ليه، هنشوف بعد كده. ان انا رحت سالت هنا سيندنج روتنج انفورميشن، بسال اتش ال ار الراجل ده موجود في اني ام سي وعاوز الروتنج انفورميشن، لان انا بدات اكلم ام سي لام سي، وقلنا المكالمه ما بين ام اس سي لام اس سي او ام اس سي لبي اس تي ان بتبدا لازم يبقى في روتنج انفورميشن، هي تديني معلومات ازاي اوصل مسج الراجل ده موجود فين. ماشي، فالراجل ده موجود فين دلوقتي؟ هنروح نسال، عرفنا ان هو في ام اس سي. طيب هنكمل ايه اللي هيحصل؟ هيبدا اخد اقول له بروفايد رومينج نمبر، provide roaming، يبقى ال HLR request a roaming number for MSC2. هيسأله انا عاوز اوصل مسج، اديني لو سمحت ال routing information او ال roaming information اللي اقدر اوصل بيها، اللي هو MSRN اللي هو موبايل ستيشن روتنج نمبر اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، للإمزي ده اهو ده اللي هو قدام ال MSISDN ده. هيعمل ايه؟ هيبدا يدخل يفتح ال MSRN بول ويدي له رقم روتنج اهو، لا مكان فري، هيقوم حاطط الرقم الامزي ده اهو ده بتاع الام اس اي دي ان بتاع الموبايل اللي هو الثاني، ويدي له رقم 240 اللي هو يدي له الرقم ده اللي هو 35860770001 ده الام اس ار ان. يبقى انت لو عاوز توصل للامزي ده امشي الطريق ده، امشي بالرقم ده تقدر توصل للامزي ده. ويقوم باعتها لمين؟ للاتش ال ار، والاتش ال ار هيقوم باعتها للام اس سي القديم. الام اس سي خلاص عرف ان انا لو عاوز اوصل للام اس سي 2 هاخد الطريق ده. يبقى انا لو عاوز اوصل للرقم ده لازم اروح لام اس سي 2 عن طريق الام اس ار ان. يبقى الرومنج نمبر ايدنتيفاي ذا لوكيشن اوف سبسكرايبر بي، يبقى انا عرفت خلاص سبسكرايبر بي في ام اس سي 2. يبقى انا هروح اكلم ام اس سي 2 دايركت، خلاص هروح اكلمه اقول له انا عاوز
الراجل اللي عندك اللي الانفورميشن بتاعت الروتينج بتاعته اسمها 3 5 8 6 0. الراجل ده يقوم فاتح البول بتاعه، هيدور على ال 3 5 6 هيلاقيها هنا، هيلاقي ان هو عاوز يكلم الامزي ده، صح؟ طب الامزي ده موجود في انهي لوكيشن اريا؟ هيعرف عن طريق الفي ال ار بتاعه، ان اللوكيشن اريا بيبقى موجود في في ال ار داتابيز. يفتح هيلاقي ان الراجل ده في لوكيشن اريا رقم 4 دي، اللي هي دي اللي هي موجوده تحت السايت اهو، 4 دي 3 اي بتمزي كذا، دي اللي متخزن. عشان اقدر اعمل له بيجنج لازم ابقى عارف اللوكيشن اريا كود بتاعه، واعمل له بيجنج بالتمزي او الامزي هنا بالتمزي. هقوم واخد الانفورميشن دي واقوم اعمل بيجنج على المكان. وانس ان انا عملت بيجنج، الراجل ده وصل له رينج تون، هيقدر بعد كده يفتح مكالمه، وساعتها هيبقى ترافيك شانل وسيجنال شانل. يعني هنا انا عامل الاثنين مع بعض، عندي ترافيك شانل اللي هو التي سي اتش، هنا خلاص بقى عندي تي سي اتش ما بين التو موبايلز دول في ديفرنت ام اس سي. فعشان كده دايما نقول ان الام اس سيز لما بكلم مكالمه تطلع من ام اس سي لانذر ام اس سي لازم اروح للاتش ال ار، لان هو ده السنترلايزد داتابيس. يبقى ده كده سنترلايزد داتابيس، تمام. طيب هنا بقى الانفورميشن اللي انا استفدتها من الشكل ده عباره عن ايه؟ استفدت اولا ايه هو الام اس ار ان. في ناس كتيره في الانترفيوز دايما اسالهم ايه هم الام اس ار ان، ما يعرفوش خالص، ما اعرفش ازاي. يعني عمر ما يكون واحد واخد تريننج في كل سيناريو ما يعرفش الام اس ار ان، ده رقم واحد. فهو مهم جدا الام اس ار ان تبقوا فاهمينه، وناس كتير ما اعرفش ليه بيهملوا معلومه الام اس ار ان. ده اول نقطه. تاني نقطة الفرق ما بين الـ VLR والـ HLR، وزي ما شفنا هنا الـ VLR موجود في كل MSCs، الـ HLR centralized بيقدر يساعدني إن أنا أبقى موجود فيها كل الـ database بتاعة الـ customer الموجودين في كل الـ VLRs. دي معلومة تانية ومهمة. تالت معلومة عرفتها هنا إيه؟ الفرق ما بين الـ signaling والـ traffic، وده لو رجعنا تاني للجزء الاولاني هنلاقي ان في فرق ما بين الترافيك وما بين السيجنالينج عموما. المعلومه الرابعه ان البيجنج بيحصل بير لاك بير تمزي، يعني بيبقى في اللاك اريا كلها اللي موجود فيها، بس الموبايل الوحيد اللي بيرن اللي بيبقى التمزي بتاعه بيتبعت، تمام. فبليز السيكونس بتاع مذاكره سيشن النهارده هو مهم جدا ان انت تفهم من البداية. خلينا بس أقول لكم برضو المعلومات اللي احنا مفروض وصلنا لها أو عرفناها النهاردة. دي مع مفروض دي الحاجات اللي نكون فهمناها النهاردة. ليه الموبايل بيستخدم تو بيرد راديو شانلز اللي اتكلمنا عليها الاف دي دي اللي هو الابلينك والداون لينك. How many time slot في جي اس ام contain؟ ايه هو الجي اس ام physical channel؟ ليه الجي اس ام بالديلي الابلينك تي دي ام اي فريم؟ ده هنتكلم عنه المره الجايه ان شاء الله. احنا هنا اتكلمنا عن حاجه اسمها تايم ادفانس بس ما شرحناهاش، هنشرحها ان شاء الله بكره تايم ادفانس. ايه هما اللوجيكال تشانل وايه الترافيك تشانل بتشيل ايه؟ عرفنا ان هو الفويس او الداتا. وليه بتستخدم شانل كودينج؟ وعرفنا دي الكلام ده في الترافيك شانل بيبقى فيه كودينج كده عشان يبقى فيه ريداندنسي، سواء فور ريت انهانسد فور ريت او هاف ريت، تمام. فدي كده الايه السيشنز التفاصيل بتاعتها. فده حاجات اللي احنا المفروض عرفناها. تاني ارجع اقول لكم السيكونس بتاع فهم التشانلز دي او فهم السيشن النهارده ايه. سيكونس بسيط جدا. اولا انت بتبدا تكون فهمت الوايرلس كوميونيكيشن، وفهمت الانترودكشن، وفهمت الوايرلس والفرق ما بينهم ايه، وفهمت يعني ايه وايرلس ويعني ايه وايرد. وبعد كده بتدخل على الموبايل وبتفهم من موبايل جي اس ام نتورك اركتكتشر، وبتفهم كل حاجه فيه والايدنتيفيكيشن وبتتخزن فين، والفرق ما بين الفي ال ار ما بين الاتش ال ار والام اس سي والاي اي ار والاوثنتيكيشن ريجستر. كل ده انت كده فهمت النتورك. بعد كده بتدخل تفهم التشانلز، والتشانل هنا بنتكلم من البرسبكتيف بتاع الراديو او الار اف. واي؟ لان الار اف هو ده الجزء الثابت
اللي فيما بعده بيتغير طبعا، وده الجزء اللي بيخص الكاستمر، هو ده الدايركت ما بين الموبايل وما بين السايت. وبعد كده بنتكلم عن التشانل، كل واحده الفانكشن بتاعتها ايه، داون لينك اب لينك، 1 تو ميني، ميني تو 1، 1 ميني تو 1، او بعد كده بنتكلم على انواعهم، هم عباره عن ترافيك وكنترول، والكنترول بتتقسم لثلاثه، سواء كانت برودكاست، كومن، ديديكيتد. افتر ذات بنتكلم عن البرودكاست الثلاثه بتوعهم، سواء اف سي سي اتش، اس سي سي اتش، بي سي سي اتش. بعد كده بندخل على الكومن، بنتكلم انا بعمل مكالمه فانا بطلع راتش وبستني اكسس جراند، او ان انا بستقبل انكمنج كول فانا بستقبل بيجنج تشانل. بعد كده بروح للديديكيتد، وانس ان انا كنت بطلب راتش ليه بستنى اس دي سي سي اتش عشان ابعت عليها نوع الانفورميشن بتاعتي. وانس ان انا جات لي اس دي سي سي اتش يبقى ده جزء السيجنالينج، وذين السيجنالينج او وذين المكالمه بحتاج ان انا اظبط الباور بتاعي، فانا محتاج السيرش، ومحتاج ان انا ممكن اعمل هاند اوفر في وقت من الاوقات من سيل لسيل، ده هنتكلم عليه بكره ان شاء الله، وده بيسمى الفاتش. وبعد كده في تشانل مش مستخدمه كتير اسمها سيل برودكاست تشانل، ودي عشان حاجات ليها علاقه بالترافيك والويذر فوركاستنج فور اكزامبل، او كرايسيس مود. وبعد كده رحنا اتكلمنا عن اول كول سيناريو. كول سيناريو عباره عن موبايل اوريجينيتنج او تيرمينيتنج، وذن واحنا بنتكلم كده لقينا ان في جزء الكور، الكور ده هو المسؤول عن السويتشنج سنتر على الام اس سي سي والجيت واي ام اس سي، لو انا طالع لاي بي اس تي ان او تليفون ارضي، واحتجت رقم اسمه ام اس ار ان، وقلت ان الرقم ده مهم جدا في الروتينج. وبعد كده خدنا الفلاش، فهو ده السيكونس بتاع الفهم بتاعك، هو ده اللي لازم تركز فيه وانت او انت بتذاكروا الجزء ده. طبعا الناس اللي ما حضروش وهيسمعوا ريكوردينج تاني، بقول الجزء ده مهم جدا، وده من اهم الاجزاء بتاعت اي تشانل. هنلاقي في 3 جي اللي بيختلف ايه، المسج بتاعت السيجنال والمسجز بتاع الاثنتيكيشن والمسج بتاع الترافيك، اللي هيختلف في ال LTE المسج بتاع اس، وهكذا. في اختلافات ولكن نفس الموضوع بقى بالكوبي بيست، هو اختلاف انواع واسامي المسجز وتكنيك ونتورك اركيتكتشر. تمام، بشكركم النهارده على الحضور يعني ان شاء الله، واتمنى تكون سيشن، انا عارف انها تبقى دسمه شويه اللي هي الجي اس ام اي انترفيس، وبخاف منها جدا، لان يعني بخاف يبقى معلومات كتير، فان شاء الله يعني تكون المعلومات دي فايده ليكم، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله باذن الله. ريكوردينج بتاع السيشن والماتيريال هتتبعت لكم ان شاء الله بعد السيشن، بعد ما الريكوردينج يخلص هبعته لكم على طول. فشكرا ليكم والسلام عليكم، اقابلكم بكره ان شاء الله. وطبعا ما اوصيكم برضو